نيجي نشوف كده اكزامبل لحال، مثلا مثلا سؤال المثير يكون صعب. شايفين question 32 year old lady came to you complaining of first attack of localizing stabbing left inframammary chest pain that started this morning and still present for the last 4 hours. شكوى في منهاية معروفة جدا ومشهورة، بس تيجي بنحزة وجع stabbing جامد جدا left inframammary، وزي ما شايفين كده ايه قاعدين 4 ساعات. The pain increases by cough with associated tenderness on examination. اذا من كح بيزيد الالم، سمع يقول لك الكحه بتطلع من الحته دي كويس، وبعدين في tenderness اثناء الاكزامينشن، يعني لما تدوس تحس في الم. She denies any trauma or fever. ما فيش لا trauma ولا fever. She has no relevant past medical history apart from 2 cesarean sections. Last of which was 3 years ago. يعني عندها كم سنة؟ 32 سنة. عملت 2 cesarean sections، آخر واحدة كانت من 3 سنين. Now she has an IUD مركبة intrauterine device. No family history of premature term after disease. طب دي أنا بسألهم عليها إزاي يعني؟ يعني إزاي أسأل على family history of premature term after disease؟ وليه مات؟ في حد في تاريخ مرضي في العيلة لأي شكل في القلب؟ هيكون كده أول كده يعني تاريخ مرضي في العيلة لأي شكل في القلب؟ طيب نفرض في أي جدي ماله؟ كان عنده كسور في الشريان التاجي وعمل أسكار الركب العمليات، إيه رأيكم دي؟ دي فاهمني هيستوري بريمتير كرافتر زيز؟ صح، على حسب سنه كان كام؟ كام بقى؟ يعني انت قول عليه بريماتيور. تحت ال 55 سنه في الميلز وتحت ال 65 سنه في الفيميلز. خلاص؟ طيب البلاد بريشر بتاعك كان 140 على 90 في الرايت بريكيال ارتري، والهارت ريت كان 108 بيت بير مينت، والشست اكزامينشن شوت بايلاترال نورمال فيزيكولار بريد. خلاص كده؟ واخدين بالكم من الكيس؟ كويس. Pre-recorded examination showed normal S1 و S2 and no murmurs. وكان هذا هير اي سي جي. ايه رايكم في هير اي سي جي؟ فاكرين احنا كنا بنتكلم بقى يعني قلتكم على شويه حاجات في النورمال راجعها زي هيلث كومبليت الاول على الاي سي جي، فكان طلع شويه ابنورماليتي. ايه رايكم؟ حد لقط اي ابنورماليتي؟ ايوه في انفيرتد تي فليد 1، واحد بس اللي فيها تي وان انفيرشن. نعم اي في ال برضه، ايوه اي في ال فيها تي وان انفيرشن وليد واحد فيها تي وان انفيرشن. ايه ده؟ هي دول لاترال. طيب لاترال ايه بقى؟ يا ده مايكارديال فانكشن. مايكارديال فانكشن بيتشخص باس تي سيجمنت ايه؟ الفيشن. يمكن اولد مايكارديال فانكشن مش بتي ويز، اولد بايه؟ بطلش كده في بطلش كده. والله اي بي ال يعني هي فيها سنه ار صغيره في اولها، وواحد فيها ار برضه في الاول صح؟ ولا مش شايفين واحد تسموه ايه؟ في اول بدايتها بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف صغيره ما كانت نيجاتيف، اذا مش كيو. اتفقنا ان كيو هي ايه؟ هي نيجاتيف، مفيش قبليها بوزيتيف صح؟ طيب اذا انتوا شايفين تي ويف انفرشن وشايفين لما نيجي نبص على الاكسس بقى، فاكرين الاكسس؟ نبص على واحد ومين؟ طبعا دي واحده جايه 32 سنه جايه تشيكي بليفت انفرا ماموري شيست بين خلاص، فده الاي سي جي كان بتاعها، ولما كان بالكحه كان بيزيد قوي، تقول لك الكحه بتطلع من الحته دي كده. فبنبص على الاكسس لقينا واحد بص تحت واي بي اف بص تحت، اذا ده كان نو مانز لاند اكستريم اكسس ديفيشن، يعني الاكسس ما هوش هو النورمال. الاثنين يبقوا باصين فين؟ لفوق. ولو باصين لبعض رايت اكسس باصين بعيد عن بعض. طب ده بقى باصين الاثنين لتحت، فده كده نو مانز لاند او اود اكسس. وشفنا التي ويف انفرشن اللي انتوا خدتوا بالكم منه في اللاترال ليت. كويس. طيب
بعد كده في تيم فيرجن خفيفه في B1، بعدين ذا نكست ستيب شود بي الخطوه الجايه بقى جيف اسبرين نيتروجليسرين ترانسديرمال باتش then refer to hospital ولا give aspirin nitrates and beta blocker and ask for echocardiography ولا perform another ECG after 5 minutes ولا give topical analgesics زي مونترين جل and reassure. تعالوا نصوت بقى على كل خيار. نعم؟ انت جاي متأخر بيه. ما انا مش انا قلت من شويه كده تشتري بيه ولا قول تاني اهو عندها ليفت بس فين بس؟ فين وبيزيد بالكف وتندرنس و 32 سنه ومركبه اي او دي وكانت عامله سيزاريا سكشن من 3 سنين والبلاد بريشر بتاعها كويس نورمال في الرايت بريك اوت كان 110 و 70 تقريبا حاجه. بس احنا دلوقتي شفنا الاي سي جي ده لقينا سي تي وف انفيرشن فين؟ في الاخر اللي سي واحد بريفيل شفنا اود اكسس وهي عندها شست بين. فبنقول له الخطوه الجايه ايه؟ هل نديها اسبرين ونيتروجليسرين تراس ديرمال باتش لزقه وريفير ذا بيشنت تو هاستل ولا نديها اسبرين ونيتريتس وبيتا بلوكر اند اسك فور ايكو كارديوجرافي ولا بيرفورم انذر اي سي جي افتر 5 مينتس ولا جيف توبيكال انرجيزكس بولترين جيل زي بولترين جيل مثلا اندريا شو. فخلينا نقول كده بالنسبه للخيار ايه؟ صوتوا عليه كده بالكروت مش فيك روت يعني يقدر يزرع يا احمد الازرق ده ايه؟ طيب اذا اديت ثلاثه بس طيب بي جيب اسبرين وهيدرس بيتا بلوكر اند اسك فور ايكو كارديوجرافي يعني ينفع اللي مش موافق برضه مش موافق ايه ده دكاتره مش معاك حاجه؟ نو بس مش فاكر اسمه الاورجنايزر لسه صحيح من النوم اللي بيمسك بيفهم على ده لسه دي after 5 minutes يعني ايوه ان انا افضل فيكنت كده قاعد مفتريات باللي بيحصل. طيب ما ينفعش حد ما ينفعش كارت ايه اللي داخلين بتاع جيف توبيكال انرجيزك زي البولتريك جيل اندريا شو يا كتير مش موافقين بسبب كده اكتر اجابه انتوا مقتنعين بيها ايه؟ ايه مش كده؟ جيب اسكر ان ماتر بيسر ان خلاص ديرمال باتش اند ذير بيفير تو هابن. طب حد يحب يدافع عن وجهه نظره؟ هيقول انا قلت اعمل كده عشان كده. اتفضل. ليه؟ لا اخترت ايه طيب؟ سي. طيب ليه اخترت سي؟ عشان يعني قول وجهه نظرك ليه؟ خلاص؟ عشان ايه يعني؟ تروحش مستني يحصل ايه بعد كمان زي changes يعني مثلا لو لقينا تي ويف اتعدلت أربع ساعات طيب والأخيرة مش هنقول فيك مش هنشتغل بقى ندهن للناس على نفس طيب اتفضل خدت الاحمط يعني احمط بيحبوا يدافع عن وجهه نظره تاني؟ اتفضل ايه؟ بس كمان استبعدت بي برضه التيم بتاع الاي ام اي بس جيت على دكتور ممكن اصلا ممكن يعمل ايه؟ ممكن يزود لي الانجينا
شايف على حد دلوقتي ليه طيب؟ ليه انت ممكن تظهر دلوقتي؟ بيقلل احتمال الناس تكون شويه ليه؟ مش عارف سكيب باي بريك اي مش معتقد انه راح تجيب بس كنت هيقلل انت عايز الكاربون فلو علشان خاطر ان البيتا 2 تعمل بازل ريبريشن والالفا تعمل بازل ريبريشن فلما انا اخد البيتا سيبنا الالفا شغاله وبتعمل بازل ريبريشن بص كده اصل هو البيتا بتعمل ايه في الداستور؟ بتزود الداستور الكرون ستون في الداستور بعد ما البيتا بوكر بتزود الكرون ستون انا كنت عايز اجيب مين اللي ممكن تبقى فيها هي برنس ميتال طيب فانت اخترت ايه؟ ايه ايه دي هستغل ان هي مش تست ده المكان والاس جي ده كده مش تست ده كده طيب يعني هختار ايه؟ نروح نعلم كده طيب يو جيف اسبرين مالتي جلسرين ترانسدرمال باتش then referred to her to hospital the pain didn't improve and she developed severe headache الوجع بتاع صدرها كان موجود وصداع بقى خلاص كمان انت قلت لها بس she had another ECG in the ER راحت عملت ECG جديد في الايه؟ في الامرجنسي روم فلقينا ECG كده ايه اللي حصل في الاي سي جي اللي راحت عملته في المستشفى دي ويف مالها اللي كانت موجوده في واحد ويفين اتعدلت في كونسبت اسمه دايناميك تي ويف تشينج يعني لما الاقي تي ويف بتبقى مقلوبه وبتتعدل او معدوله وبتتقلب مع الانجوينج شست بين بنعتبر ده اسكيميك وحتى بيبقى انديكيشن ان احنا ندخله بالاصلا ساعتها لما الاقي شست بين typical ومعاه dynamic T wave changes وخاصة لو بتيجي مع البين وتروح لما البين يروح أصل T wave لوحدها inversion مش مهم قوي إلا لما تكون وقت الأتاك بتاع الشيست بين ولما البين يروح تتعدل لا يبقى دي أكيد إيه؟ ischemic خلاص؟ المهم في T wave اتعدلت هل عندكم أي ملاحظة تانية على الـ ECG ده؟ المقارنة باللي فات؟ بين مين يقول في اسم؟ دي بقى الحجة بتاعت شايفين قوي بتاعت في ثلاثة؟ دي؟ لا مش عليها حاجة عايز اقول لك مش حاجة بص على البريك بوينت اللي ورا شايفين؟ مش هتطلع قدام الجامعة الكراسي قدام بتعمل ايه طيب؟ ايه اطلع قدامي قدامي في اي كومنت تاني طيب الار ويف طيب ماشي طيب شايفين تي ويف اللي اتعدلت صح؟ طيب the next step should be عندنا بقى اختيار من الاثنين hospitalized because of persistent chest pain and dynamic T wave changes ولا reassure and prescribe non-steroidal anti-inflammatory drugs الموافق على hospitalized because of persistent chest pain and dynamic T wave changes يرفع كارت جيز لو مش موافق يبقى انت موافق على الثاني طيب اللي بيقول reassure and prescribe non-steroidal anti-inflammatory drugs none تخيل الإجابة إيه؟ reassure and give non-steroidal anti-inflammatory drugs طب ليه بقى؟ تعال نرجع كده take another look هو أول حاجة تلفت نظرك إن الأكسس ماله؟ old access وبعدين بقى ايه؟ بقى نورمال في حاجه بقى في حاجه في الطب بتخلي الاكسس كان كده وبقى كده فجاه شفتوا الاكسس اتعدل مش بالكم
السي جي اللي فات. بص واحد غير هيف واحد غير هيف مالهم بصين لفوق بحين انت اللي السي جي الاولاني واحد كان بص تحت وايه هيف بص تحت. بص بقى على اي في ار. اي في ار فاكرين انا شرحتها المره اللي فاتت قلت اي في ار المفروض ان البي ويف تبقى ايه؟ نيجاتيف. ليه نيجاتيف؟ قلنا ان البي ويف طالعه من السي نوت ونازله كده صح؟ والرايت الاي في ار موجوده هنا يعني بتقرب ولا بتبعد؟ يبقى لازم البي ويف تبقى ايه؟ طيب البي ويف اخبارها ايه هنا؟ بوزيتيف في اي في ار ونيجاتيف في الاثنين ونيجاتيف في اي في ال عكس الطبيعي دول مبدلين الايدين. Just not position of limit leads. هو ده اللي لخبطنا بقى. وعشان كده التي ويف طلع بقى. دوبه بقى هي اصلا هتطلع ايه؟ تعرفين نقراها ازاي دي؟ واحد بتبقى الميرور ايمج بتاعت نفسها. يعني كانك تحط مرايه كده عليها من فوق هتشوف واحد صح. كويس؟ لان هي واحد ايه اصلا ما بين الايد اليمين والايد الشمال. فلما انت تبدل الايدين تطلع واحد هي الميرور ايمج بتاعت نفسها. اثنين وثلاثه يبقوا عكس بعض، يعني اثنين تقراها على انها ثلاثه وثلاثه تقراها على انها ايه؟ اثنين. وعندك بقى اي في ار تبقى مكان ايه؟ اي في ال. يعني نيو داون شويه. سو عشان الاحتمالات كانت كتير. افتكروا بقى. We are treating patients not ECGs. In absence of risk factors, هي دي كان عندها اي risk factor for coronary artery disease؟ Young, female, ما عندهاش وسط الفاميلي هيستوري. ضغطها كويس، مفيش سكر، مفيش أي حاجة خالص. وبتشتكي من إيه بقى؟ تفتكروا البين كان عامل إزاي؟ localized والشاسمين بتاع الإسكيميا فيوز. اللفت انفرا ماموري بيزيد بالكاف ده بلونز أو ماسكرو سكيلتون وتندر والقلب اللي يعني لو أنا صوابعي هتوصل لغاية قلبها جوه دم دوست وجعها هيبقى ده فين؟ بره. خلاص؟ وبعدين بقى وجود نيجاتيف بي إن واحد وإي في إل وبوزيتيف في في اي في ار بي في اي في ار ونيجاتيف بي ار اس كومبلكس في ليد واحد ونورمالي جروينج ار ان ذا بريكوردال ليدز بيساوي وان بوزيشن اوف لامب ابر لامب ليدز. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لانه مش يمكن العيان عندها ديكستر كارديا. ديكستر كارديا يعني القلب فين بقى؟ بدل ما هو شمال بقى يمين. فساعتها تبقى اي في ار بوزيتيف عادي. فكرها بتقرب ناحيه اي في ار وتبقى الاي في ال هي اللي ايه؟ اذا المنظر ده ممكن اشوفه في ديكستر كارديا برضه بس اعرفه ازاي بقى؟ دلوقتي وانا بحط الشيست ليدز بحطهم فين؟ شمال ولا يمين؟ شيست ليدز في واحد في اثنين بتحطهم شمال. طب لو القلب يمين يبقى كل ما ابعد انا كده الاقي الار مالها بتصغر. فكونها الار بتكبر في البريكوردال ليدز يبقى اكيد مش ديكستر كارديا. يبقى كده انت مبدل الايدين. فهمت الفكره؟ يبقى من الاخر كده لما تلاقي اي في ار بوزيتيف البي ويف فيها بوزيتيف والكيرز كومبلكس بوزيتيف وكل حاجه وليد واحد كل حاجه فيها نيجاتيف يبقى في احتمال من الاثنين يا انت بدل الاثنين يا اما ديكسترو كارديا اتاكد اشوف الشيست ليدز لقيت الار بتكبر فيها من في واحد في سته ده نورمال يبقى القلب شمال يبقى انت مبدل الاثنين لقيت ان هي في ريس كومبلكس عمال بيصغر انت عشان بنبعد عن الهارت لان الهارت يمين وانت بتفهم دي سي جي الناحيه دي والا هيحصل يبقى دي اكيد دي تكس في بتاعك. It's extremely unlikely for the electrical axis of the heart to change 180 degree in few minutes. يبقى لو عملت اي سي جي تاني لقيت الاي سي جي مختلف الاكسس 180 درجه اثنين باصين لتحت اثنين باصين لفوق this is wrong. اكيد في مشكله في التوصيل في واحد من الاثنين. ما تقولش ايه ده الاكسس اتغير يبقى حصل ما حصلش حاجه حصل ان الممرض او انت وانت بتعمل اي سي جي كان غلط. سيكل وي ار نوت تريتنج اي سي جي وي ار تريتنج ايه؟ بيتش ليست. خلاص؟ نقف لحظه بقى عشان خاطر ايه؟ هعمل تليفون بس اشوف هل هننتقل لل ولا انتوا شايفين كويس؟ يعني ما اكلمهمش خلاص ونشتغل؟ ما هو عدد شكله خلاص كده فانتوا عايزه تطفي النور؟
يعني انا قعدت كده قدامي فيلم ده خلاص طبعا ما فيش كده بس كده كويس كده يلا بينا ايه يعني خلاص كشفت انت حد ما عندوش كده طيب نجري بقى شيله شويه وبعد كده احنا قلنا الارزمي صح ما كان نرجع لايه هو جابه قلم ولا ملوش قلم انا كنت واخده من هنا طيب يلا عشان هنحتاجه خليها انا هدخل في الارزمي وبعدين هرجع تاني للايه؟ للكيسز اللي احنا اتفقنا عليها طبعا على حسب الوقت تعالوا نشوف هذه الكيس كده 23 year old university student came to you complaining of first attack of sudden rapid palpitation my heart is racing قلبي بيرفع بيفرح كويس وبعدين 23 سنه student وكده او هو وبعدين that started 3 hours ago while he was watching TV at home برنس انا كنت سامع كنت عامل فيديو sudden onset of rapid palpitation he cannot tell if it is regular or not كان نساله حضرات منتظمه ولا مش منتظمه يعني مش قادرين قوي مش يعني مش كلنا عايزين انتليجنت انف ان هم يعرفوا اذا كان ضربات منتظمه ولا مش منتظمه ساعات كتير بقى هضطر اقول له ايه طب خبط لي على المكتب كده يعمل كده دي منتظمه او دي ريجلر ساعات العيال برضه ما يعرفش ساعات انا اللي خبطها له اقول له زي دي ولا زي دي لو عايز اعرف طبعا انت اصلا لو كلفت نفسك حط ايدك على الباص خالص هتعرف اذا كانت ريجلر ولا ايه ولا ريجلر بس السؤال المهم في ايه بقى؟ ان البيشنت اصلا ممكن يكون الاتاك راحت. فانت عايز تعرف كانت ريجلر ولا ايه؟ ولا ريجلر؟ لان الريجلر بالبيتيشن the most common regular palpitation is I will the most common is the most serious. The most common is exercise stones. Premature beats. انما الاتريال فابليشن الموست سيريس. خلاص؟ طيب يبقى he cannot tell if it is regular or not. He know any other symptoms apart from palpitation. لا بقى شيء بين ولا ديزنيا ولا أي حاجة خاصة هو مش حاسس بيه بس تبقى إيه ضربات بجرفرفة بتاعت صدره دي. He is not smoker, not diabetic or hypertensive. No family history of sudden cardiac death. بتسألها إزاي دي بقى؟ في حد مات صغير طبعا هو الشاب صغير حد مات صغير فإيه هو إيه اللي عندي ده ممكن يموت فإيه؟ بتتقلقوا ففي طريقه اشيك انك انت تسال البيشنت على فاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديث مثلا الولد والولد عايشين بخير هيقول لك اه عايشين بخير خلاص يبقى ما ماتوش لسه لا الولد اتوفى توفى عن سن كام الله يرحمه هيقول لك عن سن 40 سنه وكان ايه سبب الوفاه انت كده خدت المعلومه من غير ما تقول في حد مات صغير خلاص طيب الولد والولاد عايشين بخير طيب اخواتك كلهم عايشين بخير اه الحمد لله محدش بيتعالج من اي مشاكل في القلب لا لما لا ليه يا اخت ماتت صغيره يعني طب كانت ايه ظروف الوفاه كانت حادثه مش كاردك لسه كان عندها كانسر مش كاردك لسه انما بنصحيها بجانب صحه بنصحيها لانها دايت بس هتبقى كاردك لسه اشتكت بوجع في صدرها جامد يغمى عليها وبعد كده ماتت خلال ساعتين بس وبالتالي احنا نسال السؤال بالطريقه دي المهم لو فاهم الهيستوري اوف سادن كاردك ديس اون اكزامينشن هي لاين كومفورتبلي فلات ان بيد والبلاد بريشر بتاعه 138 على 90 على شويه كده بيكوردل جاست تاكي كارديا نو ميرمرز ده كان هيز اي سي جي هل حابب كومنت؟ عايز تسكوت الكومنت نورمالي كده ايه رايكم في الاكسس؟ بنبص على مين؟ اقعد بقى شويه عشان اشاور لكم
بنبص على واحد و AVF مش كده؟ ممكن نعمل كده. بص هنا ليد واحد هنا فوق. هو يا كده يا كده. فوق خلاص تلاقي ليد واحد وادي اي في اف تحت هنا. الاثنين باصين لفين؟ ده كده ايه؟ نورمال اكسس. كويس. حد يقدر يحسب الريت الاول ده ساينس ولا مش ساينس؟ انا قلت عشان اقول ساينس لازم يبقى ريجولار ار ار انترفلز ولازم يبقى في بي ويف قبل كل كيو ار كومبلكس والبي ويف دي تبقى بوزيتيف في ليد اثنين ونيجاتيف في اي في ار. تاني تاني عشان الاس اي نوت بتضرب ريجولار يبقى لازم الاقي ريجولار ار ار انترفلز يعني المسافه بين الار والار تبقى متساويه. رقم اثنين ان ما دام الاس اي نوت بتشتغل الاول مين ما حضرش المره اللي فاتت معايا؟ المره فاتت على طول. كويس عشان كده عايز في نظره استهبال كده. المفروض الاس اي نوت موجوده هنا. عشان اقول الرزق كلمه what is the rhythm هو الاجابه على سؤال what is the source of impulse. ماشي يعني اقول لك what is the rhythm معناها ايه؟ what is the source of impulse. الامبلس طالعه منين؟ مصدرها فين؟ ف النورمال رزم مصدره فين؟ لسينو. ايوه لسينو. بتضرب ريجولر ولا ايرجولر؟ ريجولر. اذا اول حاجه انك تلاقي الريجولر ار ار انترفل. طيب رقم اثنين لسه نوب بتكهرب الاتريال الاول ولا الفنتكلز؟ لانها موجوده في الاتريال. اذا لازم تكهرب الاتريال الاول. اذا لازم تلاقي بي ويف بيفور ايتش كيو ار اس كومبلكس صح كده؟ لان لسه نوب هنا. رقم ثلاثه بقى هي هتكهرب الاتريال كده في الاتجاه ده. يبقى لو انا عندي هنا اي في ار وعندي هنا ليد اثنين كهربت الاتريم اللي هي البي ويف بتقرب ولا بتبعد بالنسبه للاي في ار؟ اذا لازم تبقى البي ويف ايه؟ نيجاتيف ان اي في ار. وبالنسبه لليد اثنين يبقى لازم تبقى بوزيتيف ان ليد 2. دول ثلاثه كرايتيريا مش ايهم يبقى موجود يبقى ساينس. لازم الثلاثه يبقوا موجودين عشان تقول عليها ساينس. لو رجعنا بقى للاي سي جي اللي قدامنا ده رقم واحد هل في ريجولر ار ار انترفلز؟ ايوه ريجولر يكاد يكون قريبين من بعض الصفات. نعم؟ ما احنا ممكن يبقى في مايلد ريجولاريتي ممكن تبقى حاجه صغيره كده ولا ايه؟ ولا هو شكله ريجولر؟ ممكن عارفين يبان ازاي بقى؟ احنا نعمل كده ونشوف تحت لا الرجل تحت بقى بان قوي. انت لما تيجي تبص ريجولر ريجولر شوف الريزم ستريب هنا في الريزم ستريب دي اخبارها ايه؟ هل ده ريجولر؟ لا ده ايرجولر. بص كده معايا بص الحته دي ايه رايكم؟ في النص كده قريبين جدا من بعض هنا دول بعاد قريبين بقى صح؟ اذا الريجولر يبقى مش ساينس لان لازم الثلاثه يبقوا موجودين. طيب احنا بقى ازاي نشخص الريجولر ريزم؟ قبل ما اقول ازاي لسه عايز اعلق على تعليقات تانية انتوا تقدروا تقولوها. يعني تقدر تحسب لي الهارت ريت لما يبقى هو الريجولر؟ كنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ اعد الار في 10 ايه؟ 10 مربعات في 3 ولا في 30 بالراحه بس اعد 10 مربعات 1 2 3 4 5 6 7 8 10 دول ثانيتين يبقى اضرب في 30 الثانيه 5 مربعات كبار. الكلام ده برضه قلناه المرة اللي فاتت. يبقى الثانية 5 مربعات كبار. فأنا هي على حسب كلام الدكتورة لو عديت في ثانيتين طب عد في 3 ثواني. خد 15.
كل خمس مربعات بايه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده بثانية. فناخد ثانية اثنين ثلاثة، هذا ثلاث ثواني، فالثلاث ثواني أشوف فيهم كام ضربة. وأضربها في كام؟ في 20 بقى، ما هو الثلاث ثواني عشان تبقى في 60 ثانية يعني عشان تطلع في الدقيقة. ده ممكن، وممكن كنت قدامكم فرقة ثانية. اقسم 300 على متوسط الآر آر بالمربعات الكبار. ما اتفقنا 300 دي هي زمن هي دقيقة. ف 300 على الار ار بالمربعات الكبار. لو احنا جينا نشوف هنا بقى عايزين سي مثلا هاخد من اول بي سي جي هنا واحد 15 مربع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ثاني دول كام ضربه بقى في اورس كومبلكس 1 2 3 4 5 6 7 7 في كام بقى اضرب في 20 يطلع كام 140 يبقى انا الهارت ريت كده 140 بيت بير مينيت والريجلر عرفتوا ليه هو حاسس بايه؟ بتاكيكارديا ولا ماي هارت از ريسنج ومش قادر يقول هو ريجلر ولا ايه؟ ولا ريجلر وفي الحقيقه لما يبقى سريع قوي ممكن الواحد ما ياخدش باله لان المسافات بتبقى الفروقات ما بينها مش كبيره. طيب نرجع تاني يبقى علقنا على الاكسس قلنا انه نورمال وقلنا ان احنا عندنا كمان الريجلر ريزم ودام الريجلر يبقى مش ساينس ولقيناه تاكي كاردي. ايه رايكم تشخيص ده ايه لغايه لما اقول لكم احنا هاو تو ابروتش؟ نعم؟ اف اوكي يا فلاتر بري اكسايتد اف سوبرا فنتيكا تاكي كاردي. تعالوا نشوف عشان تدايجنوز تاكي اريزميز هتجاوب على الاسئله الاتيه، واحد هو ريجولر ولا ايريجولر؟ كويس؟ اثنين نارو ولا وايد كومبلكس؟ ثلاثه لوك فور ذا بيز، شوف البي ويف هل هي موجوده ولا ابسنت؟ وهل هي سنجل ولا يعني لو موجوده سنجل ولا مالتيبل؟ والاكسس بتاع البي ويف اكسس بتاع البي ويف الاكسس بتاع البي ويف احنا عارفين الاكسس بتاع البي ار كومبلكس الاكسس بتاع البي ويف دي ما احنا لسه قايلين البي ويف المفروض تبقى نيجاتيف في اي في ار وبوزيتيف فين في ليد 2 عشان تبقى طالعه منين؟ من ساينس يعني مثلا تعال نقول كده هاو تو دايجنوز ساينس تاكيكارديا عين جاي بضربات قلبه 120 بيت بير مينت تاكي ولا مش تاكي؟ يا متعلمين بتوع المدارس تاكي حلو ليه قلت عليه تاكي؟ اكتر من 100 حلو اقول عليه ساينس ليه بقى؟ لان لقيت ريجولار ار ار انترفل ولقيت في بي ويف قبل كل كيو ار اس كومبلكس والبي ويف دي لقيتها الاكسس بتاعها طبيعي طبيعي يعني ايه؟ يعني بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف فين؟ فرحت سميتها ساينس تاكي كارديا. فهمت؟ طيب فانت بتشوف الاكسس بتاع البي ويف عشان تعرف لان ممكن تبقى تخيل لو لقيت البي ويف طالعه لقيتها بوزيتيف في اي في ار. يبقى طالعه من تحت. طيب ولقيته تاكي كارديك. خلاص يبقى ممكن تبقى جانكشنال تاكي كارديا مش كده؟ طيب يبقى بريزنت اور ابسنت والسنجل والمالتيبل والاكسس بتاعها بعد كده تراي تو فايند ذا كوز حاول تشوف بقى ايه سبب لهذه التاكي اريزم. تعال بقى نطبق الكلام ده بالراحه كده على السكيم. لما يبقى عندك تاكي اريزميا اسال نفسك السؤال الاولاني هي ريجولر ولا الريجولر؟ طبعا سهل جدا هتلاقي المسافات ما بين الار ار مش منتظمه يبقى ده الريجولر. طيب اللي بعده بص على الكي ار اس كومبلكس شيب في احتمال من اثنين انه يبقى برود وبيزار او يبقى نارو ونورمال. كويس؟ برود وبيزار والريجولر ده ايه ده؟ ده يبقى اتر فيبريليشن او يبقى اتر فيبريليشن بس المفروض الاتر فيبريليشن مشكله فين؟ في الاتر ولا في الفنتكلز؟ في الاتريا الله طب تخلي الكي ار اس كومبلكس يبقى شكله غريب ليه؟ يمكن معاها ايه؟ حاجه ثانيه. طيب انما بص بقى على البي ويف لو كانت نارو نورمال هتلاقي البي ويف لو ابسنت يبقى ده اتر فابليشن لو موجوده ده اتر فلاتر وز فاريبل كوندكشن. تعال نشوف كده. according to the scheme انت بصيت عليه لقيته الريجولر بصيت على الكيرس كومبلكس لقيته
نارو نورمال هو في العينين اتري فيبريليشن بدل ما كانت الضربه بتطلع من الاس نود بقى كان عندي مالتيبل فصائل كله عايز يضرب فتكون النتيجه انه الاتري مش بتكونتراكت مع بعض بترعش بس كده وكل واحده من دول بقى بتضرب الكهرباء اللي هتوصل للاي نود الاي نود هتوصلها لمين الفنتكل فالفنتكل يضرب تيجي ضربه ثانيه على بال ما توصل للاي نود تلاقيها ريفراكتوري عشان لسه متنحه من اثار الضربه اللي فاتت فما توصلش ودي ما توصلش تكون الاي نود فائت دي توصل اللي بعدين دي ما توصلش ممكن دي ما توصلش ودي كمان ما توصلش بس دي بقى لما تيجي تضرب تلاقي الاي نود فكت ما بقاش ريفراكتوري وبالتالي تلاقي ان الاي نود عماله بتفوت اكيد مش كلهم لان فوق الاترم بيضرب حوالي 500 ضربه في الدقيقه طيب 500 دول اصلا الفنتكل فنتكل في بعض هيبقى فايبريليتنج وبالتالي العين يموت and thanks to the AV node الحمد لله الاول طبعا thanks to the AV node ان هي ايه واقفه هنا ما بتوصلش اي حاجه هي بطيئه في التوصيل فتكون النتيجه في الاخر ان العيان اخبار الاترال اكتيفيتي ايه هل هتلاقي بي ويف ده كان بيحصل امتى لما كله بيكهرب مع بعضه فيديني امبليتيود محترمه انما لما كل واحد بقى بيكهرب الدايره الصغيره اللي حواليه بس كهربتها مش هتبان على السيرفس اي سي جي يا دوبك تشوف ايه ذبذبات كده بدل بي ويفز نو بيز خلاص طب والكيورس كومبلكس ماشي في السكه الطبيعي يبقى هيبقى نارو ولا وايد نارو عادي خلاص وبالتالي الاقي كيورس كومبلكس نارو بس بقى المسافات ما بين الكيورس كومبلكسز الرجل مفهوم كده امتى بقى الكومبلكس يبقى وايد يعني هو برده مفيش بيز بس الكومبلكس بقى وايد كده وهي برده الرجل يبقى اتر فيبريليشن برده بس كمان بقى في العيب في الايه خلي مثلا عنده ليفت باندل برانش بلوك مش فاكرين ليفت باندل ورايت باندل فخدناها مع الدكتور محمد نور فكنا بنلاقي الكومبلكس بيبقى ايه؟ خلاص اذا ممكن عنده مشكلتين عنده اتر فيبريليشن فوق وعنده ايه؟ باندل برانش بلوك هو ما دام لقيت الكومبلكس وايد يبقى في مشكله في الكوندكشن في البلد في حاجه غريبه في البلد فيا اما ليفت باندل يا اما رايت باندل صح كده؟ او بقى الاحتمال لا هارت بلوك هارت بلوك كومبليت هارت بلوك يعني؟ ما يبقاش الريجولر بقى تاني المثال اللي قاله ده كويس بيقول له خليه طيب عنده كومبليت هارت بلوك يعني ايه في رد قالها؟ مش شغاله طب الاترم هيبقى بيعمل ايه؟ فايبرليتنج والفنت بقى هيضرب من نفسه طبعا الايديو فنتكل لازم يبقى ريجولر ويبقى برادي صح؟ وبالتالي هيلاقي العيان مش تاكل وليه ريجولر؟ انا بتكلم على العيان بقى ماله الريجولر وتاكي يبقى تاني يبقى انت هتبص الاول على لقيتها تاكي ارزمي يعني الهارت ريت فوق الكام؟ تبص على الكيرس كومبلكس شوف هو نارو نورمال ولا برودو بيزار لقيته نارو نورمال يعني نارو نورمال وشكله طبيعي كده يبقى الكوندكشن في الفنتكل ماله كويس طيب بص على البي بقى لو مفيش بي يبقى ده اتر فيبريليشن شفت انا وصلت ازاي ليها يبقى تاني تاكي ارزميا يعني هارت ريت اكتر من 100 بعدين كيرس كومبلكس لقيته نارو ونورمال بعدين ببص على البي لقيت مفيش بيز يبقى ده ايه اتر فيبريليشن هو ده العين اللي فاتت بس بقى عشان شيء بالشيء يذكر ممكن بقى يبقى بصيت عليه لقيته الريجلر تاكي ارزمي الريجلر لقيته برودو بيزار يا ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايه اف برضه بس معاه ايه؟ باندل بلانش بلوك او بقى الاحتمال الري البنيله بقى ده وحش قوي العين ده مش عنده اي في نوت بس اللي بتوصل عنده كمان اكسسوري باس واي اللي هم عندهم بري اكسيتيشن ايه اكسسوري باس واي؟ احنا عارفين ان المسافه ما بين الاتريا والفنتكلز المفروض ان فيها ايه؟ فايبرس تيشو ما تعديش كهرباء. سام تايمز بقى يبقى في فتله كده حته صغيره سلك معدي عباره مايوكارديوم وصل من الاتريا من ايه؟ للفنتكل فده اكسسوري باس واي. هذا الاكسسوري باس واي احنا كنا بنقول الحمد لله ان ما عندناش غير الاي نوت وبطيئه في التوصيل عشان ما توصلش منين؟ من الاتريا للفنتكل لو دخل في الاتريا فيبريليشن طب هنا دلوقتي لما ده يدخل في اتري فيبريليشن بقى تبتدي الاي في نود مش بتوصل بس دي بت ايه؟ بتوصل فلما دي هتوصل
هيحصل مشكلتين. رقم واحد، كتير من الضربات اللي فوق هتعمل ايه؟ هتوصل تحت، وبالتالي هيبقى فيري رابيد انتر فيبريليشن، قد يصل ان هو يبقى 280 وسريع جدا، ما بيلحقش الكونتراكت، ولو سبته ساعتين ثلاثه ممكن يدخل في فنتريكولار فيبريليشن ويموت. طيب رقم اثنين بقى، هل الفنتريكل كده بقى اكتيفيتد ثرو ذا نورمال باث واي؟ دكتوره معايا؟ هل الفنتريكل لما الكهرباء جات له من الاتريوم من كده اكسس الباث واي، هل بقى اكتيفيتد في النورمال باث واي؟ زمان كنا بنعدي في البندل اوفيس ليفت باندل برانش ورايت باندل برانش ونكهرب ليفت فنتريكل ورايت فنتريكل مع بعض، فيطلع الكومبلكس ماله؟ نارو. دلوقتي احنا بقى الكهرباء ماشيه منين؟ اكسنتريك، من بعيد جايه كهرباء مين الاول هنا كده؟ الرايت، وبعد كده مشيت عشان تكهرب مين؟ الليفت، ماشي في المايوسايتس العاديه مش في مش رابيد كوندكشن سيستم. مش كده تلاقي كيورس كومبلكس يبقى ايه؟ ده اسمه بري اكسايتد انتر فيبريليشن اللي هي تعتبر ايمرجنسي. انا بقول الايمرجنسي ليه هنا؟ لان المصيبه اللي عنده لو سبته كمان شويه اللي هيحصل؟ يدخل في فنتريكلا فيبريليشن وهيموت. اللي عنده شود بي كارديوفيرتد. خلاص؟ طيب امال ايه بقى اللي انت بتقوله بتاع الاتريال فلاب؟ نفس الفكره كده، عين عنده سيركت يا دائره كهربيه، الكهرباء كانت في مره من المرات زمان طلعت من الاس نود وماشيه في طريقها بتتمخطر رايحه لمين؟ رايحه لمين؟ طيب كهرباء الاي في نود. الاصول ان الكهرباء وهي ماشيه ما تهربش حته كانت لسه مكهرباها، يعني المفروض الكهرباء ماشيه كده تهرب الحته دي بعد كده دي بعد كده، وبالتالي المفروض كل حته كهربت من الاتريوم ما تتكهربش تاني. اصل برضه غريب، سبحان الله حاجه غريبه جدا، المايسايتس جنب بعض كده. احنا لما بنعمل ديبولاريزيشن في الخليه وفي جاب جانكشنز ما بين الخلايا وبعض، اول ما الصوديوم بيدخل هنا ويزيد بيعمل ديبولاريزيشن، دي يجي معدي من الجاب جانكشن ويعمل هنا برضه ايه؟ ديبولاريزيشن. طب ما لحظه بقى، ما هي دي عملت ديبولاريزيشن، ممكن تحصل لها ريبولاريزيشن، ودي عملت ديبولاريزيشن، فيجي الصوديوم ايه؟ راجع ويكهرب اللي لسه كان مكهربها، وتفضل الكهرباء واقعه عامله ايه؟ رايحه جايه كده. طيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا البلاتو، الاكشن بوتنشال خلاه في بلاتو، البلاتو ده اللي هو فتره الريفراكتوري بيريد الطويله، بحيث الكهرباء كانت هنا تنتقل لهنا ما ينفعش ترجع تاني لان دي لسه ريفراكتوري، وتفضل ريفراكتوري لغايه لما تبعد بعيد عنها شويه، وبالتالي يستحيل ان الكهرباء تدخل حته كانت لسه مكهربها. فما يحصلش ما يسمى بالري انتري، يعني ان الكهرباء تدخل مكان تاني كانت لسه ايه؟ كهرباء. لان انت برضه تستغرب ازاي هما جنب بعض، هي الجام جانكشن تسمح بمرور الكهرباء في اتجاه واحد ولا في كل اتجاهات؟ في كل اتجاهات، يعني كهربت دي الكهرب دي، لو كهربت دي الكهرب دي، طب انا كهربت دي ودي راحت الكهرباء دي، طب ليه دي ما تكهربش دي تاني؟ عشان دي لسه مالها ريفراكتور. كويس؟ ف سام تايمز بقى يبقى في حتت في المايوكارديوم الريفراكتوري بيريد بتاعتها قليله، او الكونتكشن يبقى ماشي ببطء شويه لغايه لما تمشي ببطء لغايه لما دي تفك من الريفراكتوري فتيجي داخلها تاني. ففي مره من المرات الكهرباء طلعت من الاس نود قاصره من الاي بي نود، وجت كهرباء الاي بي نود والفنتكل الكهرب، بس الغريب راحت رجعت كده لفت حوالين الترايكاسبيد فالف وراحت راجعه للاتريوم تاني، وكهرباء الحته كانت لسه مكهرباها، وبعدين دخلت كده لقت الباسوي ده خلاص الحته دي فكت من الريفراكتور راحت داخله فين؟ تاني، وراحت مكهرباها كده وماشيه كده وفضلت بقى ايه؟ شغاله كده، فالاتريوم يتكهرب ويريبولارايز ويتكهرب ويريبولارايز وهكذا. ده اسمه الاتريوم فلاس، دي الميكانيزم. اتوقع بقى الاقي في البي ويف، في بي ويف ولا مفيش؟ في، بس البي ويف دي بقى ما بتخلصش كده، دي اللي انتوا بتقولوا عليها سودوس ايه؟ ابيرنس. طيب هذه البي ويف بقى سواء كانت انت اعتبرتها البوزيتيف دي لو بتبص عليها من فوق هنا اعتبرتها ان هي دي النيجاتيف، لان هي في الحقيقه في جزء وهي نازله كده بتقرب من ليد 2 وهي راجعه كده بتبعد ايه؟ عن ليد 2، فانت هتلاقيها جزء كده وجزء كده عادي. المهم طيب
بتلف كده. هل بقى بتضرب كام ضربه في الدقيقه؟ الليتر فلاتر ده بيضرب حوالي 300 بيت بير مينت. حد يقول لي يبقى المسافه ما بين الضربه والبي والبي او الفلاتر ويف والفلاتر ويف يبقى كام مربع كبير؟ واحد. ما هو احنا بنقسم 300 على المسافات، ف 300 على واحد فيها كام؟ 300. يعني من الاخر كده هتلاقي في مربع واحد بس ما بين كل ضربه والثانيه، ما بين بي وبي او فلاتر ويف فلاتر ويف. حلو قوي. هل الايفلو تقدر توصل 300 ضربه في الدقيقه؟ عشان كده هتاخد من كل اثنين واحد، يبقى الفيتك هتضرب كام؟ طب لو خدت من كل ثلاثه واحده الفيتك هتضرب كام؟ 100. وبالتالي هتلاقي ان الفيتك بيضرب في الغالب مشتقات ال 300. يضرب 300 مثلا، لو كان 1 تو 1 يضرب 150 ده متوقع، يضرب 100 يضرب 75 لو كان 4 تو 1. ده بروفايدد ان الاي بي نود ماشيه بريت اوف كوندكشن ثابت. لو هي ماشيه 2 تو 1 يبقى 2 اتري 1 فنتكل، يبقى الريت بتاع الفنتكل هيبقى كام؟ 150. لو ماشيه 3 تو 1، الاهم من ده لو ماشيه كده 2 تو 1 او 3 تو 1 يبقى ريجولر ولا ريجولر؟ وانا بتكلم على مين؟ على الريجولر. ارجع بقى معايا. ممكن الاي في نود تكون بتوصل من كل ضربتين ضربه، وبعد كده توصل من كل ثلاثه ضربه، وبعد كده من كل ضربتين ضربه، وبالتالي تبقى ماشيه ايه؟ الرجل. اذا هتلاقي كيورس كومبلكس نارو ولا واد؟ نارو، لانه ماشي في الباسوي الطبيعي بتاعه. بس بقى تلاقيه كده مره توصل من كل اثنين ضربه، مره من كل ثلاثه ضربه، مره من كل اربعه ضربه، وبالتالي يبقى ماشي ايه؟ الرجل. يبقى تعالوا بقى نبص على السكيم كده ونركز. يبقى لو لقيت تاكي اريزميا بص عليه هتلاقيه ريجلر ولا الريجلر. بص على كيورس كومبلكس لقيته برودو بيزار، يبقى ده اف بس مش اي اف. اف معاه ايه؟ يا باندل برانش بلوك، يا اما معاه ايه؟ اكسسوري باسوي اللي هو بري اكسايتد اتري فيبريليشن. طيب نورمال لقيته نورمال، نورمال كيورس كومبلكس. بص على البي ويف، لو ابسنت يبقى دي اتري فيبريليشن. طب لو لقيت مكانها في فلاتر ويف مالتيبل يبقى ده اتري فلاتر بس ماله؟ ويز فاريبل كوندكشن. ما هو ده نوع من الهارت بلوك، بس مش المرض مش هارت بلوك. ده الاي في نود الطبيعي ما بتوصلش 300، فده الفسيولوجيكال. انما هارت بلوك بقى معناه ايه؟ ان انا كنت المفروض اوصل من الاي من الاس اي نود للفنتكل او لتر الفنتكل وما وصلتش اصلا. هتيجي دي تعمل بريدي، ما تعملش تك. طيب في احتمال تاني، ايوه في احتمال تاني اسمه مالتي فوكال ليتري تاكيكارديا. ده اخر احتمال قبل ما نشوف الرسومات بقى بتاعته. فاكرين انت في بليشن كان عندنا مئات الفصائل، هنا بقى عندنا فصائل بس مش مئات ولا حاجه، عدد محدود من الفصائل الموجوده في الاتريوم، وكل واحده عايزه هي اللي تشغل النار. فلانه هو عدد محدود بس برضه ما هوش قليل، ما هي مش اس نود دول مالتيبل. فلو طلع الكهرباء من هنا من تحت دي هتكهرب الاتريوم كده، يعني بالنسبه للاي بي ار قرب ارتفعت ترسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. وبالنسبه للاي 2 ارتفعت ترسم نيجاتيف. بس لو دي بقى اللي شغاله النهارده، طب العكس لو دي اللي شغاله في الهارد تبقى ماشيه كده، هتلاقيها بتقرب في نص الوقت وبعد كده تبعد تاني من الاي بي ار ومن الليد 2، صح؟ فالبي ويف شكلها يبقى اخباره ايه بقى؟ يبقى بيتغير. بس في بي ويف ولا مفيش؟ في بي ويف، بس هتلاقي الوت اوف بيز اشكالها مختلفه. يعني مره كده كويس، ومره كده، ومره كده، كده، ومره بيج كده، ومره عامله كده، وهكذا. دول بيز، وتلاقي بقى ايه؟ كيرس كومبلكسز فيهم بقى كده. وهكذا. فانت هتلاقي مالتيبل بيز، ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ دول خلوف من بعض وتخلص تبتدي. يعني اول ما بتخلص البي ويف بتبتدي على طول، لان يعني دي ري انتري سيركت. دي مالتي فوكال انتر تاكيكارديا،
مفيش علاقه ما بين دي وما بين دي، لا سوري مفيش علاقه بين دي وما بين دي، دي ضربت ودي بعديها بشويه بتضرب فبتلاقي مسافات ما بينهم. خلينا نشوف برضو دي بتحصل اكتر في الشست ديزيز، بيسموها مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، بيتعين عليهم شست بروبلمز. اوكي تعالوا نشوف ده، نعلق كده تاكي ولا برادي؟ شكله تاكي كاردك. انا بعرف ازاي تاكي ولا برادي، لو لقيت المسافات ما بين، احنا قلنا المسافات ما بين الكيو ار اس كومبلكسز المفروض تبقى ما بين كام مربع كبير؟ من 3 ل 5. لو كانوا 5 يبقى 60 بيت بير مينت، لو 3 يبقوا 100 بيت بير مينت، صح كده؟ ايه رايكم المسافات اقل ولا اكتر من 3 هنا؟ اقل من 3. انت عندك المسافه من ده لده اللي هي اوسع حاجه فيهم دي اقل من 3 صح؟ ودول بالعافيه 3 والباقيين دول اتنينات، اذا العيان ده تاكي ولا برادي؟ طيب بعديها بنبص على ايه؟ ريجولر ولا ريجولر؟ ده ريجولر ولا ريجولر؟ واضح جدا انه ريجولر صح؟ طيب بعد كده بص على مين؟ كيرس كومبلكس، نارو نورمال ولا برودو بيزار؟ نارو نورمال. حلو، ابص على مين بعد كده؟ البي ويف، يا ترى في بيز ولا مفيش بيز؟ في بيز؟ ايوه انا شايفين، امال ايه دي؟ ودي 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 صح؟ طيب اذا عندنا مالتيبل بيز قبل كل كيرس كومبلكس مش سنجل صح؟ البيز دي بقى شكلهم شبه بعض ولا مختلف؟ شبه بعض التيبيكال، يبقى ايه ده؟ اتريال فلاتر وذ فاريبل كوندكشن، لا مش 2 تو 1 لانه هنا 2 تو 1 هنا 3 تو 1 يبقى هو ايه؟ هو لو كان 2 تو 1 كان يبقى ريجلر ولا ريجلر؟ كان يبقى ريجلر، اذا دي اتريال فلاتر وذ فاريبل كوندكشن. خلاص؟ شوف اللي بعدها ده يلا ريجلر ولا ريجلر؟ الاول تاكي ولا برادي؟ تاكي. ريجلر ولا ريجلر؟ طبعا تاكي يبقى تحسب لي هارت ريت. طب ما يلا بالمره، عندنا لو خدنا هنا ادي مربع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 هقف هنا. حلو؟ كام بقى كومبلكس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في 3 ثواني يبقى في 60 ثانيه، يعني اضرب في 20 يعني الهارت ريت كام؟ 160 بيت بير مينت، يبقى تاكي. وبعديها بص ريجولر ولا ريجولر؟ الريجولر. بعديها الكومبلكس نارو ولا وايد؟ نارو. بعدين في بيز ولا ما فيش بيز؟ في بيز. حلو قوي، البيز دي بقى شكلهم كلهم شبه بعض. طيب وده ايه؟ مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، يعني كل فوكس مختلف عن الثانيه صح؟ طب مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا ده عيان شيست ديزيز، وده يتحسن جدا مع البرونكو دايليترز كويس، ومع علاج الهايبوكسيا. بقيتوا شاطرين، شوف اللي بعدها. شوف بقى برضو مش عايزكم تتخضوا من منظر الاي سي جي، امشي سيستماتيك، سيبك من ده كله، انا عايز احدد ريزم صح؟ انسى كل اللي فوق ده وبص على الريزم ستريب اللي تحت ماشي؟ وقول لي بقى حلو ده تاكي ولا برادي ولا نورمال هارت ريت؟ تاكي. ريجلر ولا ريجلر؟ ايه الريجلر؟ كيرس كومبلكس نار نورمال ولا برودو بيزار؟ حلو، يبقى في احتمال من اتنين، ايه او ايه؟ متكر اف ومعاه ايه بقى؟ يا اما باندل برانش بلوك. حلو، طب ممكن تحسب لي الهارت ريت؟ انت شايفين المسافات ما بين كيو ار اس كومبلكس وبعضها قد ايه؟ مربع، يعني كان الفنتكل بيضرب كام؟ ده ايه المرض اللي بيخلي الفنتكل يضرب كتير قوي كده؟ 300 بيت بير مينت ولا 280 ولا حاجه؟ البري اكسايتد اتريال تاكيكارديا، يعني دي معاها اكسسوري باس واي، لان لو كان الاي في نود عمرها ما توصل كل الضربات دي للفنتكل، ما بتعرفش. يبقى ما دام الفنتكل ضرب كتير كده والكهرباء جايه له من فوق، يبقى في اكسسوري ايه؟ باسوي. واحد يقول لي طب ما يمكن فنتريكولار تاكيكارديا، يعني الكهرباء طالعه منين؟ امشي معاه بقى سيستماتيك. لو الكهرباء طالعه من الفنتكل الكومبلكس كان هيبقى وايد؟ ايوه.
كريبايد. وكان يبقى تاكيكارديا، ايوه اسمها فنتريكولار تاكيكارديا. ويبقى سريع كده، ايوه ممكن يبقى سريع كده بس يبقى ريجولر. الفنتريكولار تاكيكارديا فيه فوكس في الفنتريكل عماله بتضرب، بتضرب بشكل ايه منتظم. اذا لما يبقى ايه ريجولر وايد كومبلكس والريت سريع قوي كده، دي ملهاش حل تاني، هي اترال فايبريليشن ويز اكسسوري باس واي، بيسميها بري اكسايتد اتري فايبريليشن. وضحت؟ طيب نرجع بقى للعيان بتاعنا اللي احنا لسه كنا عايزين نتكلم عنه. ايه رايكم بقى في البيشنت ده؟ نمشي بقى اكبر اكبر اهو. ينفع دكتور الصور دي تنزل على الجروب دلوقتي؟ بس مثلا حد معايا ليه؟ مش معايا يعني على حاجه اقدر ابعتها. يلا هات كرسي تعالى هنا. في الاخر اصل قعدتك مش مستفيد مش شايف، مالهاش لازمه روح. يا جماعه عايز حد يمشي بالسكيم ويتكلم، تكلمي جربي. لا 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 عشان بس تشارك. يلا لو فاكرة السكيم. لا 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 زين ماشي تاكي. واحنا حسبنا 140 بيت بير مينت من شويه. ريجولر ولا ايه ريجولر؟ ايه الريجولر؟ شايفين دي؟ بتاخد بقى جدا ودي كبيره شويه ودي متوسطه. اذا ده ايه الريجولر؟ والكمبرس ماله؟ ظهره نورمال ولا برودو بيظهر؟ عشان هو عيب برودو بيظهر لازم يبقى واخد اكتر من مربعين ونص، يعني يبقى واخد ثلاث مربعات. هل ده واخد ده واخد ثلاث مربعات؟ طبعا ثلاث مربعات يعني اكتر من نص المربع الكبير. ايه رايك؟ نارو نور اذا ده نارو نورمال، يبقى ده مش في سكه البري اكسايتد اف ولا الاف ويز باندل برانش. نبص على البي ويف، ادي ليد اتنين اهي، في بيز ولا مفيش الاول؟ ولو بيز مالتيبل ولا سنجل؟ فين هما؟ ايوه دي فايبريليشن، مفيش بيز، دي الريجولار فايبريلاتري ويف زي دي كده، اوسيليشن صغيره. لا مفيش بي، تقول لي طب دي تي عادي، يعني اسم سيجنال ديبريسد والتي ويف عامله كده، فده ده تي ويف. طب يمكن دي عادي، ما دي فايبريلاتري، دول فايبريلاتري ويف. اذا ده ايه؟ اف. شورت رانج زين. هاتي بقى هاتي الميكروفون بقى. سؤال، لما تلاقي عندك عيان بقى اتر فيبريليشن بتشوف هل هو العيان ده ستيبل ولا انستيبل؟ ده سؤال. يلا اكيد دي بقى اخضر ودي بالاحمر، جاوبوا ارفعوا الكروت. انتوا نسيتوا العيان؟ نسيتوا العيان؟ العيان ده كان ماله؟ كان شاب ضغطه 100 حاجه و30 على 90 وكان ضربات قلبه 140 ومش حاسس بحاجه غير ان هو تاكي كاردك بس. فيا ريت نجاوب ستيبل ولا ان ستيبل؟ معظمكم بيقول ستيبل 140 بيت بير مينت، شايفينها ستيبل. ايه بقى شايفها ان ستيبل؟ طب حد يحب يدافع عن وجهه نظره؟ اتفضل. طالما دخلش بوست او اللي هي هو بس حاسس يعني انت هتعتبر ان هو انستيبل لو كان مثلا جاي ستروكت؟ او ابسنت بالص في رجليه او كده. طيب ده رايي انستيبل لو عنده اي حاجه تدل ان هو عنده لو كاردك او زي ايه يعني؟ هايبوتنشن، سينكوب، شسبين. طيب تعال نشوف كده. لا انا لسه ده كلينيكال اسسمنت، يعني شوفوا ازاي ده غير الايكو. طيب تعال نشوف ساينز اوف هيمودايناميك انستابيليتي او انستابيليتي ديستيرب كونشس ليفل. كلمه هيمودايناميك انستابيليتي يعني ان العيان كاردك اوتبوت قليل، وكاردك اوتبوت قليل يعني الدم مش واصل للبرين كويس، مش واصل للبريفرال كويس، مش واصل للكيدني كويس. دي علامات انستابيليتي.
طيب كور بقى معاه ثرومبوزس دي كومبليكيشن انها مش علامه هيمودايناميك انستابيليتي. يبقى الهيمودايناميك انستابيليتي انه يبقى مش بيرفيوزد كل الاورجنز، مش مثلا اورجان معين عشان فيه ثرومبس اوكي لازم كل الاورجنز تبقى كده. يبقى ديستيرب كونشس ليفل يعني يكون سينكوبي او بري سينكوبي، دي واحده يعني البريم مش واصل له ايه بقى كويس. شايفين مني ولا لا؟ حاجه ثانيه انه يبقى هاي بوتنشن يعني اقل من 90 على 60 ويبقى كولد اكستريميتيز ويبقى اوليجوريك. اوليجوريك يعني عامل ايه يعني هركب له اصطاد بول؟ مفيش حاجه اسمها اوليجوريك وانا مش عارف هو مش هو اصله يعني دخل الحمام عمل بيب دي يبقى خلاص. لا انت بتركب اصطاد بول عشان تحسب اليورين اوتبوت بير اور، شوف هو في الساعه بيجيب قد ايه. واحنا بنقول عليه اوليجوريك لما يكون بيجيب اقل من نص ملي بير كي جي بير اور او اقل من 400 ملي عامه بير اور. خلاص طيب يبقى هايبو اقل من 400 في اليوم يعني. يبقى هايبو تنشن وكولد اكستريميتيز واوليجوريك وسيفير شست بين لان ده معناه ان المايوكارديا مش وصل له بلاد فعنده انجينا بين. عنده اكيد بالمونر اديما ده لان الرابيد هارت ريت خلى الفيتكل مش لاحق يشفط البلاد منين؟ من اللنج، وبالتالي اللنج بقت كونجستد ويحصل اكيد بالمونر اديما والعين في ريسبيراتوري ستريس. الاستابيليتي بقى بتبقى افكتد بايه؟ يعني هل ايه اللي بيحدد ان العيان يبقى ستيبل ولا لا؟ هتقولي بلاد بريشر. ايوه ايه بقى اللي بيخلي عيان ضغطه يوطى وعيان ضغطه ما يوطاش؟ ايه رايكم؟ ايوه ايه اللي بقى يعني ايه اللي حصل؟ ايوه ممكن مثلا اللي عنده ايه بيحصل ان نعم؟ الريت؟ ايوه كل ما زاد الريت قوي كل ما الفكره ما لحقش يملى وبالتالي الدايستوليك فيلينج تايم قل فمش هيضخ كويس والستروك فولم هيقل وكاردك اوت يقل صح؟ ايه كمان؟ الفنتل ده اصلا عافي ولا مش عافي؟ ما هو لو عيان عنده المايوكارديوم ضعيف فيبقى زود الطينه بلتين. يعني هو الفنتل ضعيف وكمان مش لاحق يملى غير لما الفنتل يبقى قوي يبقى هيديني كاردك اوت كويس حتى لو كان ريت سريع. عشان كده بيحدد الهارت ريت والكارديو بالمونري ريزيرف. ممكن عيان اصلا سموتر واللنج بتاعته ضايعه فجاه. كمان الايدج كبار السن ما بيتحملوش زي الصغيرين فتلاقي العيان بقى بيمشي في السكه دي بيبقى ستيبل كومبنسيتد يعني بيستهلك من الريزيرف بعد شويه يبقى دي كومبنسيتد يشارت ويارست ويضعي تبقى لسه تلحقه في السكه. زين ايه رايكم العيان اللي فات ده بقى كان هيمودايناميكالي انستابل ولا ستيبل؟ السؤال اللي فات ستيبل كده صح. طيب سؤال تاني دي سي شوك اور نوت؟ دي سي اخضر نو دي سي احمر. يا جماعه كله استخدم كله في حد مش معاه كروت؟ اذا كتر في ناس مش معاهم كروت انت بتدي له الكارت بتاعك عشان ما ترفعش نو دي سي نو دي سي نو. طيب ليه بقى حد يدافع عن وجهه نظره؟ انا بس دكتور بيقول اسمك ايه يا دكتور؟ حسن بيقول كلام جميل جدا بيقول واحنا هنعمل دي سي على طول ولا نمشيها على انتيكواجيليشن فتره؟ لا اكتر من يومين. اي خلينا نتفق على حاجه انتوا قلقانين من ايه؟ انتوا قلقانين ترجعوا العين ساينس ريزم فيرجع الاتريم كونتراكت تاني بعد ما كان الاتريم بيرعش والفتره دي ما كانش فيه حركه فكان البلاد ستاجننت فكان ممكن يكون كون ايه؟ بس انت خايف من كده يكون في ثرومبس اتكونت في الليفت اتريم تحديدا في الليفت اتريم والثرومبس دي قاعده في مكان قال ان الاتريم مش بيكونتراكت. لو انا اديت له دي سي شوك انا خلاص رجعته ساينس ريزم انا بندي الدي سي شوك ليه؟ عشان تو ريفيرت ذا بيشنت تو ساينس ريزم. لو انا جاب ساينس ريزم لقيت ريزم يرجع كونتراكت لو جاب ثرومبس
يضخها تتشاور وتعمل له امبريز. فانا عايز اتاكد قبل ما ارجعه ساينس انه ما عندوش ايه. ففعلا انتوا بتقولوا كلام جميل جدا، بتقول لو هو اقل من 48 ساعه الانست ما بيلحقش يكون ثرومبس، فما فيش مشكله ان انا اديله ثرومبس. بس انا سؤالي مش هنا، سؤالي هو العيان ده محتاج ايمرجنسي دي سي شوك ولا لا؟ لان بقى نفرض العيان ده كان هيمودايناميكالي انستابل، يعني شوكت بلابرش بتاعه 80 على 40 وسويتي وكونفيوزد وابتدى الوعي بتاعه يروح، هعمل ايه؟ طب لحسن يكون في ليفت اترال ثرومبس. احنا نعمل لايف سيفنج بروسيدنج، هعيش بستروك احسن ما ما اعيش خالص، وبالتالي هدي، وخاصه ايه عندي حاجه ظنيه وحاجه يقينيه ابني على المين، على اليقين لو سبته هيموت يقينا، انما التاني لو اديت له الشوك هيجي له احتمال يجي له لو كان كون ثرومبس الشرط. ادي انتي كوجلانت ودي مش هيبقى ستيبل غير لو اديت له دي سي، لان اخليه زي هيمو دايناميك ستيبل. هو مشكلته فين؟ انت عايزك مثلا اسمح حسن الحاله شويه هيعمل ايه؟ وخليه ايه زي ما هو بس يبقى يعني قلل الهارت ريت. هادي حاجه تقلل الهارت ريت صح كده؟ مش هتلحق، ولا هتديه ده هيوطي البلد بريشر وهو ضغطه واطي، يعني اديله بيتا بلوكر مثلا عشان اقلل الهارت ريت، كاسب شاف بلوكر عشان اقلل الهارت ريت. طب الحاجات دي هتعمل ايه في البلد بريشر؟ وهو اصلا واقع، بالتالي ملهوش حل. اذا انا عايزكم تطلعوا من المحاضره ان لو العيان ده هيمودايناميكالي انستابل، يعني شوكت بلاد بريشر واقع، اديله دي سي شوك خلاص. طز انه عنده ليفت، انا عارف ان عنده ليفت اترال ثرومبس، هديله برده لان ده لايف سيفنج بروسيد. كويس. انما العيان ده دي سي شوك اور نوت؟ لا. طيب نديله انتي ثرومبوتكس، يعني اسبرين او انتيكواجلانت ولا ما نديش خالص؟ اللي موافق على الاسبرين واللي موافق على الانتيكواجلانت واللي بيقول لا خلينا الاسبرين اخضر. فاهمين الفرق ما بين الاسبرين والانتيكواجلانت؟ الانتيكواجلانت دول زي الهيبرين وزي الماريبان الوارفرين والنيو اورال انتيكواجلانت زي الريفاروسباير والريفاروكسابان والحاجات دي، والاسبرين هو الاسبرين ده انتي بليتلت مش انتيكواجلانت. او ما نديش حاجه خالص، اللي الاول اللي بيقول ما نديش حاجه خالص يرفع ايده. نعم النهارده هديله كذا ساعه، اللي بيقول نعم يرفع ايده ما ياخدش انت كمان مش محتاج. اللي بيقول ياخد اسبرين يدي الاخضر، واللي بيقول انت كاجلنت يدي الاحمر. يبقى الاسبرين اخضر والانت كاجلنت احمر. اللي عايز يدي الاثنين يرفعهم الاثنين كده انتوا موافقين على انت كاجلنت. هو السؤال احنا بنحدد على حسب ايه بقى؟ على حاجه اسمها تشايلد فاسك سكور. ايه اللي تشايلد فاسك سكور؟ السي ستاندز فور كونجستيف هارت فيلير او ليفت فنتريكل ديسفانكشن، دي تاخد واحد. الاتش بتاع التشايلد دي الهايبرتنشن، دي تاخد واحد. الايدج لو اقل من 65 سنه زيرو، اكتر من 65 سنه واحد، اكتر من 75 سنه ياخد اثنين. عشان كده هتلاقي الاي جنبيها 2 صح؟ يعني تشاد بس اي 2، يعني في لو كان عمره اكتر من 75 سنه بياخد 2. طيب بعد كده دي دايابيتس، والاس جاله ستروك او تي اي اي قبل كده او ثرومبو امبوليزم في اي حته ده ياخد 2. مش كده الاس تشادز الاس واخده ايه؟ 2 بقى. بعد كده فاسك الفي فاسكولار ديزيز، فاسكولار ديزيز يعني عنده ايه يعني؟ عنده بريفرال فاسكولار ديزيز، جاله مايكارد انفاركشن قبل كده، اي فاسكولار كاروتد معروف، عنده رينا ارتر ستينوز، عنده اي مشكله فاسكولار يعني خلاص. والسكس لو كان ميل ما ياخدش، لو في ميل بتاخد ايه؟ واحد. هي بس فاسك دي وقعت منها اللي هي الفاسكولار ديزيز خلاص. هي الارقام دي بتاعت ايه؟ بتقول ان الريسك بتاعت ثرومب امبوليزم كبيره، وبالتالي لازم ايه؟ لازم ايه؟ مش ياخد مش انت بليت بياخد ايه؟ انت كوجلانت. فانا لازم ابقى حافظ التشايلد فاسك ده واشوف. واخدين بالكم ان الميل اكتر ولا الفيميل عرضه للثرومبو امبوليزم؟
الفيميلز اكتر من الميلز في الحكايه دي، بس مش مجرد كونها فيميل، لا هم لقوا ان فيميل ومعاها ريسك فاكتور ثانيه تبقى اكتر لو كان من ميل ومعاها ريسك فاكتور ثانيه. يعني لو احنا ما عندناش، لو في ميل، في لو هناك ميل ما عندوش اي ريسك فاكتور وفي ميل ما عندهاش اي ريسك فاكتور، فهي وهم الاثنين عندهم اتر فيبليشن عندهم نفس الريسك. انما الريسك بقى لما اي ريسك فاكتور تاني لما بنحط له كونها في ميل ده ريسك فاكتور. خلاص؟ يعني هايبرتنسيف وفي ميل بيبقى فرصه الثرومب امبوليزم اكبر بكثير من الايه؟ من الميلز الهايبرتنسيف. عشان كده بياخدوا اتنين، بياخدوا واحد قصدي والميل بياخد زيرو. المهم طب ما تيجوا نشوف، يبقى لو اكتر من او يساوي واحد يبقى تدي له ايه؟ هتكعب. طيب يلا الشاب ده كان كونجستيف هارت فيلير؟ لا كان هايبرتنسيف؟ بس 139 ده في على حسب التعريف، لو 90 ده ممكن يبقى هايبرتنسيف، بس في الحقيقه بقى ده ممكن يبقى نتيجه التاكيكارديا والستريس، يعني ما يبقاش انما لو هو عيان معروف انه هايبرتنسيف خلاص انا هوسمه من هايبرتنسيف. طيب الايج اقل من 65 سنه صح ما ياخدش حاجه برده، دايابيتك ما كانش دايابيتك، جاله ستروك قبل كده او ثرومبوبلازم؟ لا. عنده فاسكولار ديزيز؟ لا. سكس ميل ولا فيميل؟ اذا زيرو ريسك فاكت. وبالتالي بقى مش محتاج، انتوا رفعتوا كلكم محتاجين احكي. اوكي عملنا له ايكو كارديوجرافي الشاب ده، لقينا ستراكشرالي نورمال هارت. يعني ستراكشرالي نورمال هارت يعني اللي عنده ميترال سينوزز ولا اورتيك ريجرز وكونتراكتيليتي نورمال ومفيش اولد ماكارديا فانكشن ولا حاجه. ايه رايكم بقى؟ اسبرين انتيكوغولانت؟ نعم. مش محتاج، مفيش خطوره. خلاص. طيب ريزم كنترول ولا ريت كنترول؟ ريزم كنترول يعني تديله انتي اريزميك او تعمل له اي اجراء يرجعه ساينس ريزم تاني زي ما كان، وريت كنترول سيبه اتري فيبريليشن بس تدي له حاجه تخلي الاي في نود ايه تهدي شويه، بحيث بدل هو كان بيضرب كام ضربه في الدقيقه؟ 140. هدي انا حاجه تقفل الاي في نود عشان يضرب اقل شويه، وبالتالي يضرب 90 فيبقى زيه زي الطبيعي. بس ايه الريجلر اللي موافق على الريزم كنترول يعني يرجعه تاني ساينس ريزم يرفع الاخضر او الازرق، واللي موافق على ريت كنترول يرفع الايه؟ الاحمر. لازم توافق على حاجه، مش هسالكم بس لازم توافق على حاجه، اختار حاجه. كتير قوي مختارين ريزم كنترول ليه؟ وفي رفع لي الاثنين ليه؟ لانه الطبيعي يكسب. يعني احساسنا كده نرجع ساينس وحلوين، وده اللي يخلينا نفضل اتري فيبليشن. وخاصه في ناس عندها اعتقاد خاطئ انه لو العيان رجع ساينس ريزم فرصه الثرومب امبوليزم هتقل، مع انها منطقيه صح؟ يعني لو العيان رجع اتري كيك موجوده فرصه الثرومب امبوليزم اكبر ايه؟ المفروض تقل صح؟ غير لو سبته اتري ليه؟ فيبليشن. الحقيقة مش كده، الحقيقة إن فرصتهم الاثنين في الثرومب امبوليزم ذا سيم، وفرصتهم الاثنين في الهوسبيتاليزيشن ادخلوا المستشفى ذا سيم، ولأن هما ذا سيم بقى اختار على حسب راحة العيان، عايز كده اوكي عايز كده اوكي. وهل كده ده معناه إن احنا هنفرق في الأنتي كوجليشن؟ يعني لو هو فضل انتر فيبليشن اديله أنتي كوجلنت، ولو رجع ساينس مش هديله؟ لا. الاثنين على حسب الايه؟ التشادز فاسك سكور. فاهمين حاجه؟ يعني عيان كان ايه وفي ميل وهايبرتنسيف تاخد ولا ما تاخدش؟ انت كوجلت ده ريسك فاكتور زي حلو. طيب رجعتها ساينس لازم تاخد ولا ما تاخدش؟ تاخد برضه، لان ممكن تخش في اتر فيبريشن وهي نايمه عادي، وبالتالي وبعدين ترجع ساينس تاني فيجيلها ايه؟ ثرومب امبوليزم. يبقى الستاندرز هاف شون نو ديفرنس بتوين الريزم فيرسس ريت كنترول از ريجارد المورتاليتي. هاويفر ات سيمز ريزونبل تو ريستور ساينس ريزم ان لو ريسك يونج بيشنت. صح كده؟ الصغيرين في السن لسه عمره قدامهم اللي بيحتاج الاتريال كيك عشان يزود الكارديك اوتبوت
لانه بيجري ويتنطط ويتحرك فساعتها وخاصه لو كان فيرست اتاك يبقى أفضل. طيب نديله ايه بقى بغض النظر بقى نديله ايه ونعمل كده بس مش مهم لان ده بهاندل سكوب بتاع المحاضره انما افتكر ثايرويد بروفايل ان اول بيشنت سافرينج فروم اتري فيبريليشن ليه لانه ممكن يبقى السبب ايه هايبرثايرويديزم ياخد بس علاج الهايبرثايرويديزم خلاص ويتظبط مع الاخذ في الاعتبار واحد من الادويه المهمه اللي بتستخدم للريزم كنترول او للريت كنترول حتى هي اسمه كوردارون تسمع كوردارون اللي هو الاميدارون الاميدارون ده من اعراضه الجانبيه انه بيعمل ثايرويد ديسفانكشن يعني انت لازم قبل ما تدي علاج تعمل ايه تي ستاتش انا كده قلت سببين يخلوك تعمل كده ايه السبب الاولاني ان لو هو هايبرثايرويديزم هيبقى ده السبب وساعتها لازم تعالجه عشان ما يجيليش اتري فيبريليشن تاني لو سبب اتري فيبريليشن حاجه ثانيه يبقى عندك بيز لاين تبني عليه عشان ده هو نورمال فلو حصل حاجه في الثايرويد يبقى اللي عملها مين كوردارون لو انا اديت كوردارون لازم ابقى عارف الاول النورمال تي ساتش عشان ما اجيش بعد كده اعمل ايه ده العيان كان إيه كان عنده هايبرثايرويديزم لا يا حبيبي ده انت اديت له كوردارون جاب له هايبرثايرويديزم خلاص طيب هيبقى ايه؟ هيبقى ايه في الرجل؟ يعني انا بتكلم لو الايه في سبب هايبرثايرويديزم طيب نكمل بقى العين ده 59 سنه old male patient with history of cardiac catheterization and stent implantation يبقى عامل قسطره وركب دعامات من اربع سنين brought to you by his relatives زي مره واحد من الزملاء قعد في قعده في النيابات عشان خاطر بيختاروا بقى التخصصات فاختار ايه اي سي يو فرجع بقى فحد جارهم كبير في السن كده بيسأله هو انت خدت ايه فقال له خدت رعايه مركزه قال له دي لو يعني لو عندي ايه اجيلك قال له لا هم اللي هيجيبوك هو كده العيان بتاع العيان المركز ده ما بيجيش هو على رجله ده بيجوا شايلين فهو brought to you by his relatives with severe dyspnea و dizziness و inability to walk with rapid palpitation okay he's known hypertensive on zestril zestril ده lisinopril يعني واحد من الاس inhibitors و 10 milligram daily but not diabetic He also takes aspirin. الأفضل إن أنتوا تدونوا المعلومات دي عشان مش برجع لها تاني. يعني قصدي عشان لما أقول لك طب الكيس كذا فتبقى أنت فاكر عشان تعرف تجاوب. بياخد aspirin 150 ملي جرام يعني الأسبوسيد مثلا أورسين في اليوم. And occasional atorvastatin intake. ساعات بياخد atorvastatin. يبقى هو كان عمل قسطرة 59 سنة. عمل قسطرة وركب دعامة قبل كده من أربع سنين وجايبينه بقى إيه؟ نهجان شديد وديزي يعني دايخ. ومش قادر يمشي على رجليه وعنده ضربات قلبه سريعة جدا خلاص هو مبطل دخان من أربع سنين وهيز اوير اوف تايم بليس اند بيرسون يعني مدرك از ان كونشس سويتي وورسوبنك مش عارف ينام على ظهره عرقان بلاد بريشر 80 50 بوس ابر ليمز على ناحيتين ايه رايكم في الضغط ضغط واقع بس العين لسه ايه ماسك نفسه ايه رايكم بنتخض احنا برضو لسه عندنا الخضة دي نمسك الاول نمشي سيستماتيك احنا عايزين نبص على الرزم صح والحاجات اللي اتعلمناها شوية يعني حد يقدر يطلع الاكسس طيب هنبص على مين؟ على واحد وايه؟ ويف اف طيب واحد بصر فين؟ تحت ويف اف يبقى ده ايه؟ رايت اكسس طيب حد يقدر يطلع الهارت ريت؟ الاول هو ريجولر ولا ريجولر؟ طب حد يقول لي ده ساينس ولا مش ساينس؟ عشان اقول عليه ساينس لازم ثلاث حاجات ريجولر ار ار انترفال وده ريجولر بيوف قبل كل كيرس كومبلكس
مش شايف، مش قادرين نميز بي ويف. يمكن دي يعني في، يمكن دي وارد بس مش قادر اميزها برضه. طيب بي ويف قبل كل كيورس كومبلكس مش قادرين نميز، والبي ويف دي تبقى بوست في الاثنين ونيجاتيف في في ار مش شايفينها. طيب اذا شكله ممكن ما يبقاش ايه ساينس، ولا سيما ان كيورس كومبلكس ماله بقى. طيب الحاجه الثانيه ده ريجولر ولا ايريجولر؟ نعم ريجولر، ريجولر مسافات منتظمه جدا بالمسطره. الهارت ريت كام؟ 150. ليه بتحسبوها ازاي؟ 300 على الار ار بالمربعات الكبار. طيب المسافه ما بين الار والار او الاس والاس هنا مربع كامل؟ لا، مربعين كاملين. لو كانوا مربعين تبقى 150، انما هي اقل شويه يبقى الهارت ريت هيبقى ازيد شويه، يعني دي ممكن تبقى 180 او 200 بيت بير مينت. كويس، حلو. 180 او 200 بيت بير مينت ماشي. الو، طيب يبقى الهارت ريت قلنا 180 بيت بير مينت. ازاي بقى انا ابروتش تاكي اريزميا بس مالها ريجولر؟ اول حاجه نشوف ريجولر ولا ريجولر، وبعدين نارو ولا وايد كومبلكس، وبعدين نبص على الايه، على البيز اند تراي تو فايند ذا كوز. مش كده ده اللي احنا اتفقنا عليه المره اللي فاتت؟ طيب تعال ادي السكيم. لو هو ريجولر زي اللي فاتت دي، نبص على الكيو ار اس كومبلكس شيب. في احتمال من الاثنين، يا برودو بيزار يا اما نارو كومبلكس. لو كان برودو بيزار يبقى في تي. ايه في تي يعني؟ ليه قلت عليها فنتريكلر؟ لانها برودو بيزار، وهي تبقى برود لانها طالعه منين؟ من الفنتريكل. ده ذا موست كومن. لما الكهرباء تبقى طالعه من الفنتكل، من فوكس الفنتكل، هتطلع وايد كومبلكس وتبقى بتضرب ايه؟ ريجلر. فيبقى اسمها فنتريكلر تاكيكارديا. ليه تاكي؟ عشان اكتر من 100. ليه فنتريكلر؟ عشان طالعه من الفنتكل. طب وعرفت ان انا طالعه من الفنتكل، كيورس كومبلكس ماله؟ برودو بيزار. طيب هي مش ممكن تبقى طالعه من فوكس فوق من الايفي نود مثلا، وتكون فيها ري انتري برضه، وبتضرب بسرعه 180 بيت بير مينت، وتبقى برودو بيزار؟ الاصول انها لو طالعه من الفنتكل، لو طالعه قصدي من الاي في نوت سوبرا فنتريكلر، تبقى وايد ولا نارو كومبلكس؟ امتى تبقى وايد؟ لو في باندل برانش بلوك معاها، صح؟ فممكن يبقى اذا الاحتمالات بقى، لما الاقي وايد، لما الاقي ريجولر وايد كومبلكس تاكيكارديا، افكر في ايه؟ رقم واحد فنتريكلر تاكيكارديا. رقم اثنين بقى تبقى سوبرا فنتريكلر تاكيكارديا. تقول بس السوبرا فنتريكلر المفروض يبقى معاها نارو ايه؟ نارو كومبلكس، صح؟ لانها يبقى ممكن يبقى معاها زائد باندل برانش بلوك.
اللي بيسموها with apparent conduction. اصل هي مش لازم يبقى عندها bundle branch block. انتوا بقى لو اتعمقتوا اكتر هو ممكن الريت السريع قوي ده واحده من البندلز ما تلحقش توصل للريت ده كله فتبقى ريفراكتوري فتتوصل كمان لو كان عندها ايه بندل تفهمين يعني ضربات سريعه قوي الدرجه الجايه في واحده شغاله والثانيه متلحه لسه من الضربه اللي فاتت فما توصلش فيبقى الكومبلكس ماله وايد خلاص نعم كده يبقى ريجولر كان صوره في التريجر كان الريجولر كانت انترفيبليشن وفلاتر والمالتي فوكال اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه قبل ما تيجي طيب في احتمال ثالث ايوه واحد عنده سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا من النوع الريجولر بس كمان عنده ايه اكسسوري باس واي خلاص زي بقى الكهرباء اللي هي الدبليو بي دبليو الكهرباء نازله فين في الاكسسوري باس واي وترجع فين في الاي في نود وتدخل الاكسسوري باس واي كده تفضل ري انتري كده طيب هي دي ليه وايد عشان نازله فين في الاكسسوري باس واي فكهرباء الفنتكل ايه اكسنتريك ومشت في المايوسايتس البطيئه وبعد كده رجعت كده تاني اذا فتبقى الفنتكل هيبقى الكويرس كومبلكس هيبقى ايه وايد طيب ماذا لو كانت كده عشان بس اشوف انتوا فاهمين ولا لا لو في اكسسوري باس واي والكهرباء ماشيه في الاي في نود كده وبترجع في الاكسسوري باس واي فاهمين الفرق يعني في احتمال من اثنين انها تكون بتنزل في الاي في نود وترجع في الاكسسوري باس واي او تكون نازله في الاكسسوري باس واي وراجعه في الاي في نود نعم لا مش اتجاه كنا فاكرين كده بس ممكن توصل في اتجاه كمل مين فيهم تبقى وايد مين فيهم نارو دي تبقى ايه؟ هما الاثنين تاكيكارديا لانها ري انتري الكهرباء بتخلص تبتدي تخلص تبتدي تخلص تبتدي بس دي هتبقى نارو كومبلكس مين ليه نارو كومبلكس؟ عشان انت كهربت الاي بي نود باندل وفيس ليفت باندل برانش وايد باندل برانش عادي فانت كهربت الفنكل بالطريقه الطبيعيه وبالتالي الكومبلكس هيبقى ماله؟ نارو هنا بقى انت راجع عكس الاتجاه في الاي بي نود ونازل في الاكسسوري باس واي وبالتالي الكومبلكس هيبقى ماله؟ لان انت كهربت الفنتكل بقى مش في مش كوندكشن سيستم السريع كهربته من هنا وبتاعها بطيء فتلاقيها ايه تاكيكارديا بس وايد كومبلكس دي اللي بنسميها بقى دبليو بي دبليو او بري اكسايتد اس او انتي درومك يعني هي بقول الناس اللي عندهم اكسسوري باس واي ممكن يحصل لهم ري انتري الكهرباء اللي عايزه تنزل من الاي في نود لفين؟ للفنتكل وبعدين تتقسم اثنين وتكرر الفنتكل المفروض بعد ما تكرر الفنتكل خلاص الكهرباء ما ترجعش تاني للاتريا ونستنى الكهرباء تيجي منين؟ من الاس نود بس ده واحد عنده اكسسوري باس واي ده راح مرجع الكهرباء تاني للاتريا راح مكهرب الاتريا والاتريا راح مكهرب الفنتكل وهكذا فالكهرباء ماشيه كده كده الفنتكل بعد ما يخلص كهرباء بيتكهرب تاني منين بقى؟ من الليفي نود والباندل وفيست اللي هو النورمال كوندكشن سيستم اللي هو هيخلي الكومبلكس يبقى ماله؟ نارو عشان كده هتلاقي نارو كومبلكس تاكيكارديا في المقابل بقى لو الكهرباء ماشيه العكس العكس يعني ايه؟ يعني كده يعني الكهرباء نزلت في الاكسسوري باس واي الاول حلو؟ وبعدين لفت رجعت كده في الاي بي نود دخلت الفنتكل تاني الاتر تاني وهكذا كده يبقى الفنتكل اتكهرب عن طريق الاي في نود ولا عن طريق الاكسسوري باس واي؟ يبقى الكومبلكس هيبقى ماله؟ وايد فده الاحتمال التالت بتاع انه يبقى ايه؟ تاكيكارديا طب ليه سميتها انتي درومك؟ لان الاي في نود الكوندكشن فيها ماشي مع الطبيعي ولا عكس الطبيعي؟ ده ماشي من تحت لفوق عشان كده اسمها انتي درومك تاكيكارديا المهم اللي هي انتي درومك اتريو فنتريكولار ري انترنت تاكيكارديا كده يبقى انا عندي كام احتمال؟ اتفضل وانا ايه بقى اللي تمشي كده ولا تمشي كده؟ سؤال جميل. وكذا حاجه، يعني خلينا نقول ابسط حاجه هو الشخص الطبيعي اللي كان عنده اكسسوري باس واي ده كان عنده هنا اس اي نود بتكهرب مين الاول؟ الاتريا
وبعد كده الكهرباء الاي في نود والاكسسوري فاسوليت الاثنين مع بعض. فالكهرباء جزء منها يدخل من هنا وجزء فين؟ في الاي في نود صح؟ الفنتكل الكهرباء دي تعمل دي ويموتوا بعض هنا. ما دي دي بولاريس دي دي بولاريس خلاص الكهرباء مش ويبقى شغال ساينس ما عندوش تاكيكارديا ولا حاجه. حلو؟ لغايه لما يجي له بقى اكسترا سيستول من هنا. مش ممكن يجي اكسترا سيستول من الاتريوم ضربه كده كل فين وفين؟ بيشرب قهوه سجاير ما ستريس ده اي حاجه كلنا بيجي لنا دي. فالاكسترا سيستول دي اقرب للليفي نود ولا للاكسسوري بسيط؟ دي اقرب لمين؟ ليفي نود. وبالتالي هتروح للليفي نود تلاقي الليفي نود لسه ريفراكتوري من تاثير الاس ان او دي فما تدخلش. فتفضل لغايه لما توصل لدي يكون ده فك. فتدخل فين؟ من الاكسسوري من غير ما تدخل هنا. تدخل تمشي كده 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 وتيجي راجعه يكون مين فك فائد بقى؟ ليفي نود. فتيجي داخلها تاني. خلاص؟ العكس بقى لو كانت الفوكس فين؟ اقرب لهنا. وبعد كده تبتدي عشان كده دايما التاكيكارديا دي ان انا التاكيكارديا بتبتدي باكسترا سيستول وبعد كده يجي ايه؟ تدخل في ري انتري على طول. احنا مش مهم بالنسبه لنا التفاصيل دي وانا واقف في الاستقبال، انا بس انا حبيت اقول لكم الميكانيزم اللي وراها، انما في الاخر انا بقى عايز ابص على نفس الحاجات اللي انا قلتها، انا قلت من شويه احنا بنبص على ايه؟ هو ريجلر ولا؟ الريجلر؟ نار ولا؟ وايد؟ والبيز اخبارها ايه؟ وادور على كوز. فانا اول حاجه بصيت عليها هو ريجلر ولا ريجلر لقيته ريجلر. طيب بص على كيرس كومبلكس لقيته برودو بيظهر في احتمال من ثلاثه فنتيكا تاكيكارديا سوبرا فنتيكا تاكيكارديا وذ ابارنت كوندكشن او انتي درومك اتريو فنتريكلر ري انترنت تاكيكارديا اللي هي بتاعت الاكسسوري باس واي. السؤال بقى انا محتاج افرق ما بينهم؟ لا مش عامل افرق عاملهم على انهم اوحش واحد ليه مين؟ فيتاك. اذا احنا نتعامل على انها فيتاك انتل برودز اذروايز لا نثبت العكس لان هي دي الاخطر. لان في الحقيقه الاثنين التانيين لو اديتهم كالسيوم شانل بلوكر هيتحسن بس دي لو اديتها كالسيوم شانل بلوكر هيموت. عشان كده انت تعملها على انها ايه؟ فنتيكولار تاكيكارديا الى ان يثبت العكس. طيب الاحتمال الثاني بقى ان هي تبقى نورمال صح؟ طيب يبقى انا بصيت على التاكي لقيت التاكي اريزميا يعني الهارت ريت اكثر من كام؟ من 100. بصيت على كيار على الريزم لقيته ريجولر. بصيت على كيارس كومبلكس لقيته نارو نورمال. الخطوه اللي بعديها بص على مين؟ على البي ويف. في احتمال من ثلاثه ابسنت بي ويف مالتيبل بي ويف وسنجل بي ويف. ابسنت بي ويف يعني انت ما انت شايفها ده يعني تنزلها كده هنسميها سوبر فنتريكولار ايه؟ تاكيكارديا. ليه طب مش شايفها؟ ما سوبر فنتريكولار يعني كهربنا مين؟ الاتريم الاول. ليه بقى ما اشوفش بي ويف؟ لان بتبقى لازقه قوي في الكيرس كومبلكس فما بنشوفهاش. طيب الاحتمال الثاني انها تبقى مالتيبل. طيب لو هي مالتيبل مالتيبل بيز دي مين دي؟ ويز نو ويز فاريبل كوندكشن ولا ويز فيكسد كوندكشن؟ لان لو كان فاريبل كان يبقى ايه؟ الريجولر. طيب صحيح كده. او تبقى اتريال تاكيكارديا نفس النوع يعني. لو سنجل بقى بي ويف ساينس تاكيكارديا بقى صح؟ طيب تعال نشوف دي. نمشي كده بالسكيم. اول حاجه تاكي ولا بريدي ولا نورمال؟ تاكي. هارت ريت كام؟ مية وخمسين تقريبا 150 او اكثر شويه 160 بيت بير مينت. طيب 160 بيت بير مينت يبقى تاكي. وبعد التاكي بص على ريجولر ولا ريجولر؟ ها ريجولر. نارو ولا وايد؟ نارو. يبقى دي بص في بي ويفز ولا ما فيش؟ ولو في مالتيبل ولا سنجل؟ في بي ويفز مش شايفين بيز مش قادرين نميز بيز تبقى دي ايه؟ سوبرا فنتريكلر تاكيكار. خلاص كده؟ كويس. ودي بكاروت ساينس مساج ممكن تفك. اي حاجه فيجال ستيميوليشن تهدي الايفي نوت هتلاقيها تفك. طيب فدي سوبرا فنتريكلر تاكيكار. نيجي لدي بقى. يلا بنفس الطريقه برضه تاكي ولا بريدي ولا نورمال؟ تاكي. هارت ريت كام؟ حوالي 150 150 150 اقل شويه صح كده؟ عشان مسافات اكبر. طيب وبعدين؟ ريجولر ولا ريجولر؟ ريجولر.
بص على كيرس كومن سلايد برودو بيزار ولا نارو نورمال؟ نارو نورمال. بص على البيز، في بيز ولا فيش بيز؟ سنجل ولا مالتيبل؟ ايه دي؟ لا ده ستوس ابيرنس، ده اتر فلاتر بس ويز فيكسد كوندكشن. كام لكام؟ 2 تو 1. مش احنا قلنا ان الفنتيكل ريت هيبقى مشتقاتها 300 حدود 150 حدود، هو طلع 145 معقوله. مين؟ لا انت برافو عليك، هي البي على التي فعشان كده طلعت كبيره، بس هم زي بعض. وبعدين بص لهم من تحت، يعني انت تظن ان البي وين دي صح؟ اه انا بقول لك دي بي كان نيجاتيف، مش هما كده كده؟ فانت بص هتلاقي بقى شبه بعض من تحت، بس الفكره لما جت على تي يعني كان هنا في تي برضه، فالاي سي جي بيعمل ايه؟ بيعمل الصم، فبتلاقي كده. يبقى دي اتريال ها ويز فيكسد كوندكشن كام لكام؟ 2 تو 1. كويس طبعا دي واضحه، دي ساينس تاكي كارد ليه قلت عليها كده؟ يلا تاكي ولا بريدي؟ تاكي. ريجولر ولا ريجولر؟ ريجولر. بص على كيرس كومبلكس وايد وبرودو بيزار ولا نارو نورمال؟ طيب نارو نورمال، وبص على البيز سنجل بي قبل كل كيرس كومبلكس صح؟ تي وبعد كده بي، يبقى دي ايه؟ ساينس تاكي كارد. وخاصه بقى لو البي دي بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف في في ار، عشان تقول عليها ايه؟ طيب دي ساينس تاكيكال. واحدة واحدة. لا. خلينا نتفق ان السوتوس ابيرنس احنا فاكرين الميكانيزم بتاع الاتر فلاتر اللي انت اللي هنشرح فيها شويه لا تكاد تنتهي الا انها ايه؟ تبتدي على طول ما بتقعدش، مفيش ديد لاين في الموضوع. اذا تبقى كده. والكومبلكس بقى يجي والتي ويف تيجي في النص وكل حاجه. الاكيد بقى ان المسافه من دي لدي هتبقى زي المسافه من دي لدي صح؟ ولا اتغير؟ ما اتغيرش، لقيت الفلاتر مش هتغير. يعني هي سيركت واحده. طيب انما بقى انت عارفين المشكله عندهم فين؟ يا ترى دي بي ودي تي ولا الاثنين دول بيهات؟ فاهو بقى ادي بي ويف كيو ار اس كومبلكس تي، حلو؟ بعد كده بي ويف كيو ار اس كومبلكس تي، بعدين بي ويف كيو ار اس كومبلكس تي. اللي حصل بقى ان انت بتقول اهي سوتوس ابيرنس اهي واهي، هتقول لي كده صح؟ هقول لك يمكن. ايه رايك بقى المسافه من دي لدي زي المسافه من دي لدي؟ ما هو لو ده كانت فلاتر ويفز وده سوتوس ابيرنس كان يبقى المسافه ما بين الفلاتر دي والفلاتر دي زي المسافه من الفلاتر دي والفلاتر دي. فاهمين حاجه ولا لا؟ الفلاتر ويفز المسافات ما بينها ايه؟ متساويه. بص هنا بقى على الرسمه دي، انا هنكبرها ونجيب الاثنين جنب بعض بعض. هنا انا ليه قلت على دي ساينس تاكيكارديا؟ وانت ايه اللي لخبطك اصلا المنظر ده صح؟ قلت ده يمكن سوتوس ابيرنس. حلو، لو ده سوتوس ابيرنس يبقى المفروض بقى واحد اثنين كانت تبقى في واحده هنا كمان صح؟ انما اللي حصل كده وكده ودي بعديهم، المسافات دي صغيره والمسافه من دي لدي ايه؟ اذا دي حاجه غير دي، فدي تي ويف ودي مالها؟ بي ويف، فدي ساينس تاكيكارديا. طب ما تورينا اللي فاتت. هنا بقى هتلاقي دي صح؟ بعدين دي، ركز بقى شايف دي؟ هنا الاصول من غير دي كانت كيورس كومبلكس تبقى نيجاتيف، بس لما جت عليه دي، طب مش احنا قلنا ان ده بيساوي الالجبريك صم؟ فانت عندك الكيورس كومبلكس كان هيبقى كده، وعندك في فلاتر ويف كانت هتبقى كده، فدول ركبوا على بعض فراحت عملتها بالمنظر ده. يعني ادي دي وبعدين دي فلاتر على ايه؟ على تي، بعد كده دي جايه في وسط الايه؟ الكيرس كومبلكس وهكذا.
وعشان كده انا قلت لك بص عليها منين. بص بقى من تحت تلاقي المسافات دي زي دي زي دي زي دي زي دي وهكذا، فدول زي بعض، فدي شلاتر ويف. اللي كمان بيديك كلو بقى انك تلاقي ان الريت 150، فده بيعرفك. ده في تلتين الحالات تقريبا. نرجع للعيان بتاعنا بقى عشان انتوا نسيتوا. 59 year old male patient with history of cardiac catheterization and stent implantation وركب دعامات من 4 سنين. Brought to you by his relatives، قلنا هم اللي جايبينه. جاي سيفير ديزنيا، ديزينس، inability to walk with rapid palpitation. هو نون هايبرتنسيف، ماشي على زستريل اللي هو لايسينوبريل دايس انهبيتور 10 ملي جرام ديلي، مش دايابيتك، بياخد اسبرين 150 ملي جرام وساعات ياخد ادورفاستاتين، مش ماشي بانتظام. اكس سموكر، يعني مبطل سجاير اديله 4 سنين. اويك واوير اوف تايم بليس اند بيرسون، وبس سويتي وسوبنيك، وضغطه 80 على 50 في دراعاته الاثنين. لما عملنا له اكس جي لقيناه ده، ما تيجوا بقى نطبق الايه السكيم ده. تاكي ولا بريدي؟ ريجولر ولا ريجولر؟ ريجولر. وتاكي كيو اس كومبلكس وايد، برودو بيزار شكله غريب وواسع، صح كده؟ يبقى ايه؟ الى ان يثبت العكس، خاصه بقى لما يطلع كمان عين اسكيميك، يعني المايوكارديوم ممكن كان فيه مشكله بتاع الفنتكل، يبقى ده في الغالب ايه؟ في سكار او حاجه، فيبقى ده فنتريكولر ايه؟ تاكي كارديا. السؤال بقى اللي وراها، واستخدموا البطاقات اللي معاكم. Is the patient hemodynamically stable or unstable؟ الأخضر البطاقة الخضراء الستيبل والحمراء الانستيبل. كلكم رافعين unstable، ليه بقى المرة دي؟ ضغطه كام؟ 50 وأورثوبنك وديدي، أما ده unstable. كويس. دي سي أور نوت دي سي؟ ارفعوا البطاقات. كويس. كتير قوي قال نو دي سي. لا ركزوا معايا، مش يس ونو. الخضرة بتاعة دي سي والحمرة بتاعة النو دي سي. يلا طيب، حد يدافع عن وجهة نظره؟ اتفضل. تديله دي سي عشان اسكيم؟ لا عشان انا ستيبل. عشان انا ستيبل تديله دي سي. هو انا ستيبل انا فاكر انه في ده مفروض. ها يعني مين مش عايز يديله دي سي؟ مين مجرم؟ ده دي سي لانه هيموداينامك اللي انستيبل، انا قلت كده من شويه، هيموداينامك اللي انستيبل تاكي اريزميا لازم دي سي شوك. طيب يا ترى بقى نديله قد ايه؟ من 50 ل 100 جول ولا من 200 ل 360؟ يلا ارفعوا البطاقات جماعه، حتى لو مش عارفين انا بقول خمن. معظمكم من 200 ل 360، والمفاجاه من 50 ل 100. احنا عندنا يعني اعتقاد كده ان الفنتريكل تاكيكارديا بتحتاج دي سي شوك اكتر، صح؟ اطلاقا الفنتريكل تاكيكارديا بترد اسهل. اللي محتاجه بقى 200 جول فعلا فما اكتر هي البالسلس في تي، يعني الفنتريكل تاكيكارديا اللي من غير ايه؟ من غير بالس. ساعتها ما دام ما فيش بالس، انما في بالس لا ياخد ايه؟ من 50 ل 100 عادي. خلاص؟ طيب يا ترى بقى واحنا بنظبط جهاز الدي سي نخليه سنكرونايزد ولا اسنكرونايزد؟ حد الاول عايز يعرف يعني ايه الفرق؟ عايز نعرف. سنكرونايزد يعني انا دلوقتي انتوا في مرحله خطيره في الاي سي جي، هي نص التي ويف. المرحله دي عارفين التي ويف تمثل ايه؟ ريبولاريزيشن. فالريبولاريزيشن واخدين بالكم مش واخد مساحه اكبر ولا الديبولاريزيشن؟ يعني الكيو ار اس كومبلكس بياخد ايه؟ ايوه الكيو ار اس كومبلكس ناره كده، صح؟ والتي ويف كده. اذا الحدث بتاع الديبولاريزيشن بيخلص في خلال وقت ايه؟ قليل. انما حدث الريبولاريزيشن كاني بوزع الريبولاريزيشن على المايوسايتس كتير،
صح؟ مش كلهم بيريبولارايز مع بعض. ففي لحظة اللي هي في نص التي ويف دي بيبقى شوية من المايوسايتس حصل لهم خلاص ريبولاريزيشن وشوية لسه. فلو أنا جيت اديت ستيمولس في هذا الوقت اللي حصل لهم ريبولاريزيشن يستجيب ولا لا؟ أنت ليه يستجيب خلاص؟ إنما اللي لسه ديبولارايزد وريفراكتوري إذن هأدي شوك في الوقت ده شوية يستجيبوا شوية لا، وبعدين اللي استجابوا دول ينقبضوا والتانيين ما ينقبضوش، وبعدين دول يفكوا من الريفراكتوري فتنتقل لهم الكهرباء ودول يوقفوا فيحصل فينتريكلر فايبريليشن والعين يموت. يعني لو ان انا لاجل حظ الهباب بتاع العين جيت منشن وحطيت الدي سي ورحت دايس كده بالزرار في اللحظه اللي فيها التي ويف في نصها، العين ممكن يدخل فينتريكلر فايبريليشن ويارست ويموت. فبقينا نعمل ايه؟ نحط زرار اسمه سينك بتدوس عليه. يعني بتقول له انا حتى لو غشيم وضغطت على الزرار وجيت في نص التي ويف انت يا جهاز دي سي ما تديش الدي سي غير لما التي ويف تخلص. خلاص عشان كده تقول هيعرف منين؟ ها ما احنا موصلين الدي سي بالاي سي جي ومش بيدي وخلاص. خلاص عشان كده انت مش بتلسع العين وتجري، مفيش حاجه اسمها دي سي شوك واجي رافع، لان انت يمكن الدي سي يعني مش هتتاخد، ده بتدوس وتفضل كده مستني لغايه لما تلاقي العين ايه اتنفض كده. طيب هل احنا بقى نستخدم السينكرونايز ولا ما نستخدمهاش في العين ده؟ هو السؤال ليه ما نستخدمهاش اصلا؟ صح؟ يعني حاجه حلوه، يعني ايه اللي خلينا ما نستخدمهاش؟ لو العين ده في اف بقى اصلا في فنتريكلر فايبريشن مفيش تي ويفز واضحه ولا في اي حاجه، وهو كده كده انت خايف من الدي سي لا يدخل، طب ما هو في اف يبقى مش محتاج سينك، ما تعطلش نفسك لان الجهاز هيتنح مش راضي يدي عشان مش شايف التي ومش عارف يحسبها. فانت اذا مش كل الحالات تنفع فيها السينك، اذا امتى هندوس على السينك؟ امتى مش هندوس؟ على الدرجه فين؟ لا هو في اف او بالسلس في تي، يعني في تي بس ما فيش بارس، ما هو كده ضرب ولا عور على عينه. ليه بقى؟ لان الزرار السينك بيعطلنا شويه على بال ما ادوس وعلى بال ما الجهاز يتنح عشان مش راضي يدي، مستني تي ويف تعدي يشوف. خلاص فاحنا في حالتين مش هندوس عليهم على زرار السينك، البالسلس في تي والفي اف. خلاص اذا ده بقى ارفعها سينكرونايز ولا اسينكرونايز؟ خلاص بقى المفروض سينكرونايز. الله ليه؟ طيب ليه اسينكرونايز؟ يبقى هنختار سينكرونايز. افتكروا بقى any white complex tachycardia in ischemic patient is usually ventricular tachycardia. الكالسيوم شان بلوكر زي الايزوبتين اللي هو الفيرابامين indicated في صوره ventricular tachycardia but contra indicated فين؟ في الفي تي. وبالتالي never give calcium channel blocker to white complex tachycardia patient. كويس؟ لان كتير جدا تاكيكارديا خلاص خد امبول ايزوبتين على المونيتور. لا الايزوبتين ده لو سوبر فنتريكلر ممكن لانه بيقفل الاي في نود، بس هيدبرس المايوكارديا الكونتراكتيليتي قوي وهيبهدل الدنيا وهيوقع الضغط في عين فنتريكلر تاكيكارديا. All DC shock should be a synchronous except ومين كمان؟ وال VF. طيب فنتريكلر تاكيكارديا can be cardioverted ب 50 ل 100 جول only unless برضه pulseless VT او VF هتحتاج من 200 ل 360 كده. ده كان اختصار لل الريزمياز اللي هي الرابد اللي هي التاكي والايه والبرادي من غير الهارت بلوكس. الدكتور اسلام تعالى بقى كده اعرفك عليهم بس، هو هياخدوا ريست وبعد كده نرحب بدكتور اسلام طلعت مدرس مساعد امراض القلب وحد من الناس الشاطرين جدا عندنا في الاريزميا. في الاريزميا والالكتروفيسيولوجي باذن الله، يعني واحد يعني هيقوم على اكتافه اسم الالكتروفيسيولوجي ان شاء الله عندنا في الجامعه. انا بس يعني هبقى لكم كده في ذمتنا الهارت بلوكس، ما اعرفش اذا كنت محضرتك هتغطي الجزء بتاع البرادي اريزمز والهارت بلوكس ولا مع الريفيجن والحاجات دي.
يعني هو الفيجنز واخدين بعض الحاجات من الفترة بتاعت السنة الفترة اللي ماشي. انا يعني كده او كده انا بس عشان خاطر الوقت احنا انا برضو ايه لحد الاول عنده سؤال في الفات انا هنزل لكم السكيم ده ابعته لكم ان شاء الله يعني عشان خاطر نبتدي نستخدمه لان في المفروض امتحان صح كده؟ عشان نعم؟ اخر اليوم؟ احنا لسه بس النهارده عندنا في شويه حاجات انا هديكم بس ريست كده ربع ساعه وبعد كده حد عنده اي سؤال اشوفكم على خير ان شاء الله.